السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائنا الطلبة والطالبات وحلقة جديدة في برنامج مدرسة على الهواء. النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة مراجعة علم النفس وعلم الاجتماع للثانوية العامة الدور الثاني. في البداية أرحب بصديقي وزميلي العزيز أستاذ أيمن صبري، أستاذ المادة بوزارة التربية والتعليم. إزيك يا أستاذ أيمن؟ تستاهل الآن بحضرتك أعزائنا الطلبة، وإن شاء الله بالتوفيق، وأي إنسان لم يجانبه الحظ في الدور الأول بإذن الله الدور الثاني يكون نهاية المطاف بتاعه، وبإذن الله يكون بعد كام شهر كده أو كام أسبوع يكون بإذن الله في الجامعة. توفيق بإذن الله. طبعا كلمة في البداية يا جماعة، ما عندناش حاجة اسمها يأس، ربنا ما وفقنيش في الدور الأولاني، عندنا دور تاني، وما تنساش إن كل فشل قد يعقبه أكبر نجاح ممكن تلاقيه في حياتك، فإن شاء الله انسى اللي فات، بنبدأ صفحة جديدة، خلص المادة اللي عندك وربنا يوفقك إن شاء الله. النهاردة هناخد أهم الأسئلة اللي ممكن تجيلك في الامتحان إن شاء الله بتاع الدور الثاني، أسئلة في علم النفس وعلم الاجتماع على مدار الساعتين بإذن الله. هتركز معانا، دون الأسئلة معانا، وتشوف إيه المهم اللي إحنا بنقول عليه في كل موضوع، وهنمشي معاك بترتيب المنهج يا أستاذ أيمن، كل موضوع الأهم فالأهم. طيب نبدأ بالسؤال الأولاني يا أستاذ أيمن عشان وقتنا. بيقول لي اختلف المفهوم النفسي للذكاء، حلل هذه العبارة. هو ممكن يقول لي دلل بثلاث أمثلة أو حلل في ضوء ما درست. تمام. هل العلماء النفس عرفوا الذكاء؟ عندنا كذا تعريف، حلل يعني يكتبها في إيه؟ في عناصر. اتفضل يا سيدي. ودي حتة مهمة جدا، نخلي بالنا أعزائنا الطلبة، السؤال لما يجي في الامتحان هيقول لي وضح أو يقول لي بين غير ما هيقول لي حلل. تمام. في الآخر إجابة واحدة، ولكن الاختلاف في إيه؟ الحل يكون عبارة عن عناصر. فعندي النهاردة بإذن الله أول سؤال معانا بيقول اختلف المفهوم النفسي للذكاء، يعني عايز علماء النفس إزاي عرفوا الذكاء. فاحنا عندنا ثلاث علماء استاذ تامر عرفوا الذكاء. ايه عرفوا الذكاء؟ قالوا بقى ايه؟ اول عندنا عالم اسمه تيرمان. تيرمان ده عرف الذكاء، قال عليه ايه؟ نخلي بالنا. قال الذكاء قدرة الفرد على التفكير المجرد. ادي اول عالم نفس عرف الذكاء وقال قدرة الفرد على التفكير المجرد. طبعا الكلام ده محتاج شرح ولكن مش وقته، الحمد لله الطالب عارف الكلام ده. التعريف الثاني سبيرمان قال الذكاء هو ايه؟ قدرة الفرد برضه ولكن على إدراك العلاقات. جميل. تعريف الثالث لعالم النفس الآخر ويكسلر بيقول الذكاء هو قدرة برضو الفرد، هي قدرة على التفكير المنطقي والعمل الهادف. ده بالنسبة للسؤال الأول اللي كان عايز يقول لنا علماء النفس عرفوا إزاي الذكاء، وخدنا الثلاث تعريفات بتوعه أو الثلاث عندنا بعض لعلم النفس. طيب ننتقل إلى سؤال آخر. السؤال بيقول رفض جاردنر فكرة أحادية الذكاء، دلل بمثال. السؤال مرة تانية عشان بعض الطلبة كان بيكتب معانا، بنقول رفض جاردنر فكرة أحادية الذكاء، دلل بمثال. أستاذ تامر السؤال ده إيه إجابته؟ طبعا دي مقدمة ذكاءات عند جاردنر، ممكن يقول لي دلل بمثال أو حلل هذه العبارة. تمام. طبعا هنقول المثال، لو في طالبة ممتحنة جلست أمام ممتحن سأل عن بعض الأسئلة في المادة الدراسية، هذا لا يدل على الذكاء زي ما قال جاردنر. تمام. قال يعني لو قال لها ما عاصمة أمريكا، كيف تعمل معد، أي أسئلة هي درستها ده ما يعتبرش ذكاء، ولكن الذكاء من وجهة نظر جاردنر ليس ذكاء واحد، فرفض فكرة أحادية الذكاء. خلي بالي من الكلمة دي يا جماعة، رفض فكرة أحادية الذكاء، قال ليس هناك ذكاء واحد ولكن الإنسان يمتلك مجموعة من الكفاءات أو قدرات المتعددة وسماها الذكاءات المتعددة. الذكاءات دي موجودة عندنا كلنا ولكن بنسب غير متساوية. كل الذكاءات دي موجودة عندك زي ذكاء لغوي، ذكاء رياضي، ذكاء بصري، ولكن الذكاءات دي تتفاعل مع بعضها عشان تكون شخصيتك المميزة. بالزبط. هذه الذكاءات قابلة للنمو، يعني يمكن تنميتها زي ما بناخد في كل ذكاء ازاي ننميه. وقال كلمة الذكاء حل المشكلات في سياقات مختلفة. يعني كلمة ذكاء يا جاردنر؟ القدرة الفرد على حل المشكلات في كذا سياق، في سياقات مختلفة، يعني في أشياء مختلفة أو في أماكن مختلفة أو في مجالات مختلفة. طب أهم الذكاءات اللي عنده، قلنا عندي ذكاء لغوي، ذكاء رياضي اللي هو المنطق، ذكاء بصري، ذكاء حركي جسمي، ذكاء موسيقي، ذكاء اجتماعي، ذكاء شخصي. فقال الإنسان يمتلك مجموعة من الذكاءات. يبقى السؤال ده لو جالي المثال بتاعه بتاع الطالبة الممتحنة. ده تاني سؤال عندنا وسايم لسه برضو في موضوع الذكاءات. ناخد سؤال تاني. يقول لي اذا كنت معلما للغة العربية، لو انت معلم للغة العربية، كيف تنمي الذكاء اللغوي لطلابك؟ ازاي انمي الذكاء اللغوي لطلابي؟ يبقى ده عايز ايه يا استاذ ايمن؟ هنا عايز طبعا الجانب التطبيقي للذكاء، واحده الذكاءات هو الذكاء اللغوي. نخلي بالنا اعزائنا الطلبه ان في الامتحان عندنا الذكاءات هيجي لي لازم ذكاء من الذكاءات دي، يا اما هيجيب لي الذكاء منهم، الذكاء يقول لي كيف تنميه، او يقول لي اهم خصائص هذا الذكاء او اهم سماته. السؤال بتاعنا بيتكلم عن ايه؟ عن الذكاء اللغوي. طب قدامنا باين على الشاشه اهو،
بنقول انمي الذكاء اللغوي عن طريق ايه؟ التدريب على كتابة موضوعات التعبير، ادي اول حاجة. الحاجة الثانية التدريب على كتابة القصة القصيرة والشعر، جميل. الحاجة الثالثة كتنمية التدريب على تسميع الكلمات والنصوص لنفسك قبل ما تسمعها لغيرك، جميل. المثال بتاعنا سجل الأحداث التي مرت بك خلال الأسبوعين الماضيين، ده بالنسبة تستمر على إيه؟ على أحد الذكاءات ألا وهو الذكاء اللغوي اللي الإنسان ممكن ننميه عن تلك الأشياء. ممكن برضو الطالب لو عنده تنمية أخرى أو عنده أمثلة أخرى ممكن يقولها برضو، هتقول في الامتحان تكتب له درجة كاملة بإذن الله. ونخلي بالنا أعزائنا الطلبة، أي سؤال بيجي في الامتحان يقول لي دل بمثال، المثال عليه درجة. وفي بعض طلبة استمر للأسف الشديد بيعتبروا إن هو التعليل بتاعهم هو المثال. لا، السؤال مش بيقول لي مثال أو أذكر مثال، ده بيقول لي دلل بمثال. المثال ليس معناه التدليل فقط، لازم المثال أقوله مع الشرح أو الشرح ثم المثال. ودي حتة مهمة جدا نخلي بالنا، إن وجدنا استمر في الدور الأولاني بعض الطلبة للأسف الشديد كاتب مثال بدون ما يعلل أو يشرح. طبعا ده بيبقى خطأ. ليه؟ السؤال بيقول لي دلل بمثال او بين او برهن بمثال، فالمثال عليه درجة والبرهنة او التبديل عليه درجتين. ده بالنسبة للسؤال بتاعنا عن الذكاء اللغوي. طيب ننتقل مع بعضنا الى سؤال اخر برضو عن الذكاءات، والسؤال بيقول يتمتع اصحاب الذكاء اللغوي، يتمتع اصحاب الذكاء اللغوي بعدة خصائص، حلل هذه العبارة. زي ما هي قدامنا على الشاشة أستاذ أيمن، طلاقة التحدث والتعبير والخطابة، بيعرف يتكلم كويس زي الخطباء طبعا، عنده دقة صياغة العبارات البلاغية زي الناس بتوع الشعر، بيصيغ عبارة بشكل بلاغي طبعا، حب السجع والتلاعب بالألفاظ، كلامه بيبقى متناسق، الاستمتاع بالألعاب الكلامية، يوديك ويجيبك في الكلام كده ويعمل ألغاز كلامية ويفهمها، إبطال الحجة بالحجة يعني أقنعك بالكلام زي ما أنت بتديني كلام أديك كلام مقنع زيك، حب الخطابة، أحب أمسك مايك كده وأخطف في الناس، دي كلها خصائص لأصحاب الناس اللي عندهم ذكاء. طبعا لو قال لي زي مين، أقوله زي الشعراء وزي الأدباء والكتاب، يتميزون بالصفات دي، يبقى دي خصائص الذكاء اللغوي. طيب بس معلش برضه معلش سؤال واحد، يعني ممكن طالب قدامه ظاهر على الشاشة ست خصائص، هل في الامتحان ممكن يكتفي بثلاثة فقط؟ والله الأفضل الستة. ليه؟ لأن ممكن كل واحدة يبقى عليها نص درجة، لأن السؤال بثلاث درجات يا شباب، فكل واحدة من الستة ممكن تبقى بنص درجة. تمام. فالأضمن أضمن الستة، لأن أحيانا نموذج الإجابة يوزع درجة على الستة كاملين. تمام. فمعلش إحنا النهاردة بنبدأ الأكثر أهمية، فمعلش ذاكر معنا اللي إحنا بنقول عليه مهم الأول إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يوفقك. سؤال تاني يا أستاذ أيمن، يتمتع أصحاب الذكاء الموسيقي بعدة خصائص. تاني سؤال، يتمتع أصحاب الذكاء الموسيقي بعدة خصائص، حلل هذه العبارة. طبعا يبقى أنا عايز خصائص الذكاء مين؟ الموسيقي. تفضل. طبعا أول حاجة عندنا طبعا ظهر قدامنا على الشاشة حب الغناء، حتة جميلة جدا، الإنسان بيحب الغناء، مش أي إنسان عنده الموهبة ديت أو عنده القدرة دي أو عنده الذكاء دوت وهو الذكاء الموسيقي. التذوق الموسيقي، ودي حتة برضو جميلة جدا، يتذوق الالحان، ده لحن جميل، ده لحن مثلا نشاز، ده فيه مش عارف ايه، ده الذكاء الموسيقي. التمييز بين الاصوات، ده صوت الاله الفلانيه، صوت المطرب الفلاني، كل ده خصائص او سمات الذكاء الموسيقي. معلش اعزائنا الطلبه، في بعض الطلبه للاسف الشديد عندهم كلمه خصائص، لازم في الامتحان يجيب لي خصائص. لا، لو في الامتحان قال لي اذكر اهم سمات الذكاء الموسيقي، هي نفسها كلمه الخصائص، او ما يميز الذكاء الموسيقي، هي نفسها برضو الخصائص. يبقى الطالب هنا مش حاطط نفسه في بوتقه، لازم السؤال يقول لي خصائص بس، خصائص لا، خصائص سمات مميزات كلها واحد. ده السؤال بتاع الذكاء الموسيقي. ننتقل الى سؤال اخر، السؤال بيقول يتمتع اصحاب الذكاء الاجتماعي بعده خصائص، حلل هذه العباره. السؤال مره تانية عشان اللي بيكتب معانا، يتمتع اصحاب الذكاء الاجتماعي بعده خصائص، حلل هذه العباره. طبعا القدرة على كسب الأصدقاء بسهولة، يقدر يصاحب على الناس بسرعة وفي أقل وقت، حب مشاركة الآخرين في أفراحهم وأحزانهم، أشاركهم في الأفراح والأحزان، تقبل الآخر يعني أقبل غيري حتى لو في عيوب، بدء الحوار مع الآخر لو في اتنين كده ساكتين أنا اللي ببدأ أتكلم أجر الكلام معاه، يعني عنده القدرة على إعطاء النصائح للأصدقاء، بجيب طبعا النصيحة بشكل ودي وبشكل محترم وبأسلوب راقي. طبعا القدرة على القيادة، أقدر أقود مجموعة حواليا أو الشباب اللي حواليا أو أنا أقدر أسيطر عليهم بس للخير طبعا. إذا يبقى ده عنده ذكاء اجتماعي يتميز أصحابه. طبعا ده موجود عند مين؟ عند السياسيين، عند رجال الدين، الناس اللي بتستقطب مجموعة حواليهم، الناس اللي بيبقى فيه ناس ملتفة حوالينه أو بيحبوه، يبقى ده عندهم ذكاء اجتماعي، قدر يكسب او بنقول عليه العلاقات الاجتماعيه.
طيب سؤال تاني يا استاذ ايمن، لو كنت معلما للرياضيات، انت مدرس رياضه، كيف تنمي الذكاء المنطقي الرياضي لتلاميذك؟ وما ننساش الرياضي المنطقي مش بتاع رياضه اللي هو الالعاب، مش سبورت، لا مش الكوره ولا لا، ده ماث، ده يا جماعه الرياضي هنا نقصد بيه علم رياضيات، جبر، هندسه، تفاضل، ده نقصد بيه، وبنقول الرياضي منطقي يعني بيفكر بيرضى بشكل منطقي. تمام. طيب ازاي ننمي هذا الذكاء يا استاذ ايمن؟ قدامنا ظاهره قدامنا عشان نقول اول حاجه ايه، التدريب على العمليات الايه الحسابيه اليوميه، يعني مثلا جدول الضرب، الطرح، الجمع الاسمي، دي حته مهمه قوي بتنمي الذكاء الرياضي، وده اللي بنعمله مع اعزائنا الطلبه وهم صغيرين جدا في عمليه الجمع والطرح والاسم عشان ننمي ذكائه الرياضي. ادي اول حاجه، التدريب على ايه؟ على العمليات الحسابيه الرياضيه او اجراء عمليات الترتيب والتصنيف. اديك شويه ارقام واقول لك رتبه مثلا تصاعدي او تنازلي، ده بنمي عندك الذكاء ايضا الرياضي، حته مهمه. ايضا ثلاثه، ربط المعطيات بالمطلوب، وده شيء مهم جدا. انا بدي لك مساله وبقول لك والله عندك كذا وكذا وكذا، وهات بقى مقدار الزاويه الفلانيه العلانيه، ده ايه؟ ده في معطيات مديها لك وعايز منك مطلوب، ده برضه تنميه الذكاء الرياضي، وده بنفعله كثير مع الطلبه لما نديهم مسائل في العام الدراسي. ايضا حل الالغاز الرياضيه، ايه الرقم اللي ضربته مش عارف ايه، اديني ايه الجزء ده كله، ايه لغز، اللغز اتحل ازاي؟ لو يكون عندي الذكاء الرياضي المنطقي. ايضا القيام بالحساب الذهني يوميا، وطبعا دي حته مهمه جدا، حتى لكبار السن بنقول الحته دي مهمه قوي، لازم اعمل جدول الضرب طرح اسم عشان انمي الذكاء الرياضي دائما. ايضا عندنا بقى المثال، هنا السؤال بيقول ايه، او المثال بيقول ايه، قم بحصر عدد الاميين في مدينتك ثم صنفهم لذكور واناث واطفال وكبار. اللي عنده الذكاء الرياضي يقدر يعمل العمليه دي، اللي ما عندوش او عنده قدره اقل منها بالظبط بيبدا ايه يعملها، ولكن بمقدار اقل شويه. طيب ننتقل لسؤال اخر بيقول، يمكن تنميه الذكاء البصري المكاني لدى ابنائك، اكد صدق هذه العباره. طبعا لما نقول له حل المتاهات هتزود الناحيه البصريه عنده والاشكال والالوان، تركيب وبناء الاشياء زي المكعبات الصغيره، تصميم النماذج والمجسمات زي الهياكل الصغيره او التركيب المجسم، وزي الناس اللي بدايه الهندسه بيعمل نموذج مصغر للمباني اللي هو عايزها. طب لو اديتك مثال تطبيقي اقول لك، ادي لك ارض فضاء، يعني ارض فضاء يعني ارض فاضيه يا جماعه مش في الفضاء، ارض فضاء يعني ارض فاضيه، ابني بيها البيت اللي انت نفسك يبقى بيت احلامك او منزل احلامك. يبقى لو انا اديتك ارض فاضيه، اتخيل يبقى هنا احط جنينه، هنا اعمل بيسين، هنا احط اوضه اخليها دورين، وهنا الحمام، وهنا المطبخ، بالالوان اللي انت عايزها، بالنموذج اللي انت عايزه، يبقى احنا طبقنا عمليا الذكاء البصري المكاني. يبقى ده كيفيه تنميه الذكاء البصري المكاني. طيب سؤال تاني يا شباب، يمكن تنميه الذكاء الجسمي، خلي بالك من السؤال، يمكن تنميه الذكاء الجسمي الحركه عند جرد النار، حلل، هل ممكن الذكاء الجسمي الحركه يا استاذ ايمن؟ الناس بقى بتوع الرياضه والالعاب بقى، ايوه، ممكن ننمي الناحيه دي عندهم اكتر؟ طبعا. ازاي؟ عن طريق اول حاجه ممارسه الرياضه يوميا، الحته مهمه قوي، لازم امارس الرياضه حتى لو كان الرياضه البسيطه، في عجله، في حاجه بسيطه، لعبه، مفيش مشكله خالص، ده بينمي عندي الذكاء الجسمي الحركي. ايضا عندي التمثيل الصامت، الانسان اللي يمثل حاجه صامته زي بعض الطلبه كده بيلعبوا مع بعضهم لعبه الافلام ويبدا يمثل بايديه وبرجليه ومش عارف ايه وبوشه وتعبيراته، دي كلها ذكاء جسمي حركي، يبقى يقدر يعبر عن مشاعره بايه؟ حركات جسميه، للي عنده ذكاء الجسم الحركي. ايضا عندنا القيام باعمال الفك والتركيب، دي برضه حته مهمه جدا، عشان اجيب مثلا المكعب ده مع دوت، او مثلا عندي لعبه معينه افكها واركبها، ده لو يكون عنده ذكاء الجسم الحركي. ايضا عندنا القيام ببعض الانشطه اليدويه كعمل النحت كده، او كعمل النحت، دي برضو حاجة مهمة جدا، عشان امسك الصلصال او امسك مثلا طين اسواني او حاجة وابدأ انحته، ده محتاج مني الانامل، وده برضو ذكاء جسمي حركي. لازم ما ننساش يا شباب المثال بتاعنا بتمثيل مشهد صامت لترزي لمثلا الممثل اي حاجة، ده يبدأ ايه؟ يبدأ يبين بقى المشاعر اللي جواه والدور اللي جواه من خلال ايه؟ اعضاء جسمه، عن طريق الحركة زي ما قلنا منذ قليل. ده مثال بيبين ازاي انمي الذكاء الجسمي الحركي. ننتقل استاذ تامر الى سؤال اخر. السؤال بيقول، يمكن تنميه الذكاء الموسيقي للافراد. بيقول لي برهن بمثال الامثله اعزائنا الطلبه
يمكن في كل سؤال المثال موجود، لان حياتنا كلها هي امثله وعلم نفس وعلم الحياه. طبعا اداء الاغاني القصيره، يشتغل اغاني قصيره الاول وبعدين يعمل القصائد الكبيره، العزف على الاله موسيقيه عشان يبقى ودنه موسيقيه، تقليد الاخرين لانه هيبدا يدرب نفسه على الصوت اللي عايز يبقى زيه، الانشاد في فريق الانشاد المدرسي يشارك في فريق الكورال بتاع المدرسه، تذكر الالحان يفتكر اللحن ده بتاع مين. طبعا لو انت عايز تطبقه عمليا مثال تطبيق، اقول لواحد طلع صوت النشاز في فريق الانشاد المدرسي، يعني الكورال بتاع المدرسه ناس بتغني كلها بصوت واحد، في واحد صوته غريب شويه، في لحه زياده شويه، صوته رفيع شويه، لو انت عرفت تطلع الصوت ده ما بين بقيه الفريق يبقى انت كده ودنك بقت موسيقيه. ده تطبيق عملي للذكاء الموسيقي. طيب ناخد سؤال تاني يا استاذ ايمن، يمكن تنميه الذكاء الاجتماعي عند جاردنر؟ اكد صدق العباره، يمكن تنمية الذكاء الاجتماعي عند جاردنر؟ أكد صدق العبارة. استاذ يكون السؤال دوت خدناه منذ قليل، بس ما كانش بقى هنا إيه تنمية، كان بيتكلم عن خصائص الذكاء الاجتماعي. احنا قلنا نخلي بالنا أذان الطلبة إن لازم هيجي لي في الامتحان بإذن الله هيجي لي ذكاء من الذكاءات، لما يقول لي الخصائص، لما يقول لي كيف ينمى. السؤال بتاعنا بيتكلم عن إيه؟ تنمية الذكاء الاجتماعي. أول حاجة معانا عشان ننمي الذكاء الاجتماعي مع الآخرين، لأن أنا مفترض إنسان اجتماعي، أول حاجة ممارسة الرياضة الجماعية اللي هي ايه؟ أي رياضة جماعية، لعب كرة قدم مش لعبة فردية، أنا هنا بنمي الذكاء الاجتماعي. الحاجة التانية ممارسة الأنشطة المدرسية، حصة الألعاب دي حصة مهمة جدا بينمى فيها الذكاء الاجتماعي عند الطلبة. الحاجة التالتة زيارة الأصدقاء والأقارب بشكل دوري، ودي مهمة جدا، لما يبدأ بقى أزور مثلا عمي وخالي في عيد أو غير عيد، ده بينمى عندي الذكاء الاجتماعي، إزيك يا عمي؟ إزيك يا خالي؟ كل ده تنمية الذكاء الاجتماعي. إدارة الحوار مع الآخرين، إزاي أدير الحوار مع الآخرين؟ طبعا ده شغل المفترض علماء النفس أو عالم النفس أو مدرس عندي أخصائي نفسي يعلمني إزاي أكون إنسان اجتماعي. تعليم الآخرين، ودي حتة مهمة جدا، أنا عايز مثلا أخلي إنسان اجتماعي أقول له بص أنت بتلعب مثلا لعبة كرة قدم، علم زميلك كذا، انت بتلعب مش عارف لعبه ايه، علم زميلك اي مثلا فن من الفنون ده ايه، عشان ينمي عندك الذكاء الاجتماعي، خليك انسان اجتماعي يعني بتساعده على الناحيه الاجتماعيه. بالظبط. القيام بادوار قياديه، اخليك قائد، مين النهارده اللي قال في على الفصل، في مش دي حته مهمه قوي، بينمي عنده الذكاء الاجتماعي او تنميه علاقاتي مع الاخرين. المثال بتاعنا نظم رحله مع الاخصائي الاجتماعي للمدرسه موضحا فقرات الانشطه فيها، يبدا بقى يتخيل ان هو قائد مثلا او المشرف بتاع الرحله، وهعمل كذا ونجمع كذا، كل ده بينمي عنده ذكاء الاجتماعي، مش بس عن جانب نظري، ده كمان الجانب كمان وهيكلم بعض الافراد كل واحد بعمل حاجه ايه بالظبط معينه. تمام. ننتقل لسؤال اخر، سؤال بيقول يمكن للاباء والمربين الاستفاده من الذكاء الشخصي لابنائهم في التعامل معهم؟ يمكن للاباء والمربين الاستفاده من الذكاء الشخصي لابنائهم في التعامل معهم؟ اكد صدق العباره. طب انا هو عايز ثلاث نقط بس، احنا جايبين ايه تعريف الذكاء الشخصي عشان يبقى الطالب فاهمه برضه. تمام. قدره الفرد على فهمه لذاته وامكانياته الحقيقيه، يعني معرفه جوانب قوته ومجانب ضعف. طب لما نعرف امكانيات ابني وقوته الحقيقيه، المفروض الاباء والمربين يستفادوا ثلاث استفادات عشان يتعاملوا مع الابن صح او الطالب ده صح. الا نطلب، الا نضع، الا نقارن. نفتكر الثلاثه دول. الله نطلب من ابنائنا او تلاميذنا اكثر مما تسمح به امكانياتهم، ما نطلبش منه حاجه اكثر من امكانياته. اثنين، الله نطلب لهم مستوى طموح لا يتناسب مع قدراتهم عشان ما يحبطش، ما اقولوش انا مستني منك صيدله او هندسه وهو امكانياته ما تجيبش. تمام. ثلاثه واخر حاجه، الله نقارن الطالب بناء بغيره ولكن نقارنه بنفسه عشان يتحسن، ما تقولوش اخوك الكبير، اختك الكبيره، ابن عمك، لا، حاول تقارنه بايه؟ بنفسه عشان يشعر زياده بالتحسن، لكن هتقعد تقارنه بغيره هيشعر بالغيره ويشعر بالاحباط زياده. تمام. فده ممكن يستفاد من الذكاء الشخصي، كأي رب بيربي أولاده أو مربي بيربي طلابه ممكن يساعدنا في فهم التعامل معه. طيب ناخد آخر سؤال في الجزء ده يا أستاذ أيمن عشان نبقى خلصنا موضوع الذكاءات. يمكن من خلال دراستك لعلم النفس تنمية الذكاء الشخصي؟ يمكن من خلال دراستك لعلم النفس تنمية الذكاء الشخصي أو ذكائك الشخصي؟ برن بمثال. طب نخلي بالنا هنا ننمي الذكاء الشخصي زي بقى، أول حاجة عندنا الإجابة على سؤال من أنا، أبقى عارف إمكانياتي إيه، أنا مين، أنا عايز إيه، ده معنى كلمة من أنا. أيضا تسجيل الأحداث اليومية في دفتر خاص، زي كده عندنا الأجندة المفروض الطالب يكتب فيها كل أحداثه اليومية، ودي حتة برضو أنمي بيها ذكائي الشخصي، أبقى عارف إيه اللي أنا مثلا أخطأت فيه أعدله بعد ذلك، ده كلمة مهمة جدا.
القراءة في كتب علم النفس والتنمية البشرية، علم النفس علم الحياة، يبقى لازم أقرأ كتير كتب علم النفس عشان أنمي ذكاء الشخصي أو أنمي كمان ذكاء ابن الشخص بعد ذلك. ممارسة الأنشطة الفردية، ده بعكس بقى الذكاء الاجتماعي بينمي الأنشطة الاجتماعية. المثال بتاعنا بيقول لي اكتب أهدافك التي حققتها وأهدافك التي لم تحققها أو لم تتحقق بعد. ده معنى إيه؟ معناه إن أنا عارف أنا عملت إيه وأنا كنت عايز أعمل إيه، طب أنا ناقص لي إيه، كل ده بنمي الذكاء الشخصي. طيب ننتقل لسؤال آخر، وعندنا بنقول بقى الباب الأول في نظرة التعلم وأول سؤال منها. يبقى أنا خلصت الأسئلة اللي كانت قبل كده منذ قليل، دي كانت عن الباب الأولاني، ولكن في الجزء الأولاني بتاع الذكاءات ننتقل إلى بقى نظريات التعلم. السؤال بيقول لي كل تعلم تغير في الأداء وكل تغير في الأداء يعتبر تعلم. معلش أقول عبارة تانية، كل تعلم تغير في الأداء وكل تغير في الأداء يعتبر تعلم. السؤال بيقول لي علل صحة أو خطأ العبارة. يمكن صار قدامنا استامر إن العبارة خطأ. طبعا الجملة الأولى صح، كل تعلم تغير، بس الجملة الثانية هي الغلط، ليس كل تغير في السلوك أو الأداء يعتبر. وإحنا قلنا التعلم تغير شبه دائم في الأداء نتيجة الخبرة والممارسة. أنا سلوكي بيتغير لأني باخد خبرة أو بمارس الشيء دوت. وعرفنا أن التعلم من ضمن موضوعات علم النفس التربوي، وعرفنا أن التعلم لا يلاحظ بشكل مباشر ولكن ممكن نستدل عليه من سلوكك. والتعلم له صفة الدوام، لأن بنقول تعلم شبه دائم، يعني تقريبا الحاجة اللي بتعلمها تقعد معاها فترة طويلة. معلش ما تربطش التعلم بالدراسة بس، لا، التعلم بيربطها بحاجة في حياتك. يعني أنا اتعلمت سواقة العربية، حتى لو قعدت يوم أو يومين أو أسبوع من غير عربية أنا ما نسيتش السواقة. انا متعلم الشطرنج، لو قعدت شهر شهرين من غير ملعب شطرنج انا فاكر تحركات كل يعني حركه في الشطرنج وكل رقعه. اذا يبقى انت خلي بالك التعلم بجد ما يتنسيش الا بصعوبه، يعني لازم يقعد فتره. طيب يبقى كل التعلم لازم سلوكه يتغير، بس مش كل ما سلوكك يتغير لازم تعلم. في تغيرات لا تعتبر تعلم، دي تغيرات اما بنقول عليها تغيرات طارئه او تغيرات فيسيولوجيه. طب التغيرات الثانيه نتيجه التعب والارهاق، قال لك اوقات وانا تعبان سلوكي يتغير، دي لا تعتبر تعلم لانها تزول بزوال السبب، ليست شبه دائم. يعني انا النهارده تعبان فانا بدل ما بذاكر 5 ساعات ذاكرت ساعه واحده، يبقى انا سلوكي اتغير اهو، بس انت ما تعلمتش صفه جديده، دي حاله طارئه فقط. طب حاجه ثانيه، تغيرات نتيجه عوامل بيولوجيه او فيسيولوجيه. احيانا لما انت بتبقى عندك تغيرات في جسمك زي بعض الاعضاء زي الكلى او السكر او الضغط، بعد الشهر بيجي لك بعض التغيرات في سلوكك. طب لو انا اتعالجت من المرض ده وربنا شفاني منه هرجع لطبيعتي، يبقى ديت ليست عن طريق الخبره ولا ممارسه لانها حاجه غصب عني من جسمي، فيسيولوجيه. يبقى التغيرات نتيجه جسمك لا تعتبر تعلم. يبقى نرجع للمقوله الاساسيه، كل تعلم تغير وليس كل تغير تعلم. تاني، كل تعلم تغير بس ليس كل تغير في السلوك يعتبر تعلم. طيب ناخد سؤال تاني يا زيما، يمكن الاستفادة من نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي عند بافلوف. يمكن الاستفادة من نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي عند بافلوف، دل على صحة ذلك بثلاث أمثلة. وممكن يقول لك حققت نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي الأهداف المرجوة منها، برضو نفس الإجابة. تمام، إزاي استفدنا من نظرية بافلوف اللي هي بتاعت نظرية بافلوف اللي هو الجرس والكلب؟ تمام، وطبعا نخلي بالنا برضو إن السؤال ده بيتكلم عن الجانب التطبيقي. تمام، أو النتائج التطبيقية بتاعتها. جميل، أول حاجة عندنا تفسير ردود الأفعال مثل الخوف والألم. دلوقتي أنا ممكن أفسر بقى ليه الأطفال بيخافوا من الذهاب للطبيب الأسنان مثلا. لأنه هو ارتبط دايما بالألم هناك، المكان ده أنا بتألم فيه أصبحت بكرهه، يبقى أصبح هنا إيه؟ أصبح ارتباطي بالمكان مكان مؤلم نتيجة الألم اللي أنا حدث لي. ده أول حاجة. تاني حاجة، تعديل الاستجابة غير المرغوبة بالاشتراط المضاد. يعني إيه؟ مثال قدامنا باين، زي الخوف من الظلام، معظم الطلبة أو الأطفال الصغيرين بيخافوا من الظلمة. طب أنا بقى عايز أخليه ما يخافش من الظلمة، هعمل معاه إيه؟ يتم ربطه بمثير مرغوب، اللعب بالكشاف. ألعب معاه في الظلمة بالكشاف، لعبة جميلة قوي، مش هيخاف بعد ذلك من الظلمة. ده أنا عملت إيه؟ ربطت حاجة بحاجة أهو عشان أخلي أو أعدل بعض الاستجابات الغير مرغوبة زي الخوف من الظلمة، دي حاجة غير مرغوب فيها. تفيد أيضاً الاستفادة من هذه النظرية في تكوين اتجاهات موجبة للتلاميذ لحضور المدرسة. أنا عايز أخلي الطالب يجي المدرسة، أربط له حاجة محببة ليه داخل المدرسة، مثلا كده على حصة إيه؟ الألعاب أو أي نشاط بيحبه داخل المدرسة. يبقى ده استفادة عملية نظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي بتاعت بافلوف، وده من ضمن نظريات التعلم. وخلي بالي للطالب، أنا عايز أقول حاجة يا سايمة، ممكن أروح محدد لك النقطة يا شباب.
احتمال يحدد لك النقطه. يعني يجي يقول له ايه، كيف نستفاد من نظريه التعلم الشرطي عند بافلوف في تكوين اتجاهات مجابهه لدى التلاميذ نحو المدرسه، او في تفسير ردود الافعال الانفعاليه، او يعني ممكن يروح محدد لك النقطه. طبعا لو حدد لك نقطه هتكتب اللي هو حدده. تمام. قال لك دلل بثلاث امثله، اي ثلاث امثله انت عايزهم ما ذكرناه. تمام. طيب ننتقل لسؤال ثاني. استاذ تايمر بيقول حققت نظريه التعلم بالمحاوله والخطا، السؤال مره ثانيه، حققت نظريه التعلم بالمحاوله والخطا الاهداف المرجوه منه، دلل على ذلك بثلاثة أمثلة. طبعا دي لو حد فاكر يا شباب اللي هي النظرية بتاعت القط والجرس بتاع سورندايك، لما حطيت الطعام للقط خارج القفص وخلى القط داخل القفص ويعمل كذا محاولة عشان يخرج. استاذ تامر يعني عايز تقول النهاردة للطلبة قبل ما تجاوب على السؤال افتكر نظرية مين ده؟ بيتكلم عن ايه؟ مهم قوي. طيب طبعا ازاي نستفيد منها؟ واحد، زيادة دفعية الطلاب لما خليه يشارك في الأنشطة اللي هو بيحبها بيختارها بنفسه، هيبقى عنده دافع ان هو يتعلمها أكتر. تمام. اتنين، لازم الممارسة، الممارسة عشان يبقى جانب عملي بمعنى أصح التطبيق عشان يكتسب المهارة، شرط أساسي. تلاتة، التكرار، مش من مرة واحدة، ما أنا ممكن أعلمك بس مش هتمارس مرة واحدة، لأ لازم أكتر من مرة. تمام. سواء مهارة حركية، عقلية، يدوية، يعني اخليك تحل مساله كتير، اخليك تركب حاجات كتير، اخليك ترسم كتير، دي كلها مهارات بتزداد اكتر بالممارسه طبعا. اخر حاجه ممكن ازاي تمهيد وتهيئه للدرس، استفدت من النظريه دي، المفروض اقول للطالب انا اشرح لك ايه وانت حضر الدرس معايا عشان يبقى جاي مهيئ نفسيا ان هو يستفيد منه اكثر استفاده. يبقى دي اللي احنا استفدناه من نظريه المحاوله والخطا بتاع سورندايك. سؤال تاني يا شباب، لنظريه التعلم بالفهم والاستبصار نتائج او تطبيقات تربويه او استفاده، برهن بالامثله. يبقى دي بقى نظريه التعلم بالفهم والاستبصار. تمام. قدامنا صغير عشان بنقول التعلم يتم عن طريق الفهم. دي بتاعت ايه يا استاذ ايمن؟ القرد والايه؟ ايوه بالظبط. مدرسه الجشتلت. يبقى لازم نفهم قبل ما نبدا نجاوب عشان الطالب حتى يبقى متذكر. يبقى اول حاجه التعلم يتم عن طريق ايه؟ الفهم والادراك. غير النظريات الثانيه خالص كان فيها ارتباط شرط كلاسيكي او كانت عباره عن محاوله وخطا، وكلها تعلمات بنسميها تقليديه او تعلمات تكراريه. التعلم ايضا بالفهم والاستبصار بيعتمد على ادراك العلاقات بين عناصر الموقف، زي ما كده القرد ربط ما بين الصناديق وبين الايه الموز، او العصا وبين الموز. التعلم بيحدث نتيجه الادراك الكلي للموقف وليس ادراك اجزائه، زي تعلم القراءة كده بطريقة الكلمة بدل من ايه التعلم عن طريق حروفها. 4، ضرورة الاستفادة من المعلومات في المواقف الجديدة. انا اتعلمت النهاردة حاجة ممكن استفيد بيها في مواقف اخرى، ضرورة تنظيم الخبرات السابقة بطريقة جديدة. ده نتائج تطبيقية او استفادة من نظرية التعلم بايه؟ بالفهم والاستبصار. ننتقل الى سؤال اخر. السؤال بيقول يتسق منحى معالجة المعلومات مع تكنولوجيا الكمبيوتر، برهن. يتسق يعني يتفق. لو عايز يدقق لك السؤال اكتر يا استاذ ايمن هيقول لك عند نورمان. تمام. او في نظرية التعلم بتجهيز ومعالجة المعلومات. يعني لو حب يدقق السؤال اوي. تمام. طبعا هو الهدف بتاع الراجل اللي اسمه نورمان دوت عايز يقول ايه؟ عايز يقول لك انت مخك عامل زي الكمبيوتر بالظبط. معالجة المعلومة يعني التعامل مع المعلومة. زي ما انت كانسان او الكمبيوتر الاول بندخله معلومه يبقى بيكتسبها بيستقبلها فبيعالجها ويفهمها ويدمجها مع المعلومه القديمه ويطلع لك حل مشكله. يعني انا عايز ابحث عن ملف في الكمبيوتر يا شباب، فانا بكتب مثلا في حاجه اسمها السيرش بتاعت الكمبيوتر، انا عايز مراجعه ليله الامتحان علم نفس، فانا بكتب كده فهو بيستقبلها بيفهم انا عايز ايه، فبيروح يدور على الهارد عنده هو في الاخر بيقول لي بيدمج مع المعلومات اللي عنده. فبيقول لي روح الفولدر فلان هتلاقي الملزمه اللي انت بتدور عليها موجوده. تمام. ده الكمبيوتر. قال لك طب ما الانسان نفس الكلام يا جماعه، في معلومه بكسبها، استاذ ايمن قال لي حاجه فانا بكتسبها فبعالجها وبفهمها، بربط الكلام اللي قاله استاذ ايمن مع المعلومات السابقه عندي عشان اقدر احل المشكله الجديده اللي بتواجهني. يبقى يتسق منحى معالجه المعلومات مع تكنولوجيا الكمبيوتر. يعني نفس اداء عقلك هو اداء التكنولوجيا واجهزه الكمبيوتر. طبعا. ده كان كلام نورمان، ودي نقطه من التطبيقات التربويه لنظريه تجهيز ومعالجه المعلومات. تمام. طيب ناخد بقى التطبيقات ذات نفسها استاذ ايمن في السؤال اللي جاي. يمكن الاستفاده من نظريه تجهيز ومعالجه المعلومات عند نورمان في المجال التربوي. تمام. برهن ازاي بقى نستفيد من النظريه دي في التربيه؟ تمام. اول حاجه عندنا هنا، انا عندي مش كل العمليات بتاعتنا عمليات بسيطه، في احيانا عمليات بتبقى عمليات مركبه او معقده. حسيت بقى النظريه دي فين؟ في تلك العمليات المركبه او المعقده، زي التفكير وزي الذاكره بالظبط كده، الادراك بالظبط. التعلم الموزع طبعا اكثر فاعليه من التعلم المكثف، دي حته مهمه جدا.
التعلم المبني على المعنى أكثر دواما، مش مجرد حاجات حافظها، لا ده أنا حاجات فاهمها بقى. جميل. الاهتمام بالتطبيق العملي للمتعلم، دي حتة برضو مهمة في تلك النظرية. الاهتمام بمتعلم في استيعاب المعلومات الجديدة. الاهتمام بالتكرار اللفظي للمادة في المراحل العمرية الأولى للمتعلم. طبعا دي تطبيقات تربوية استفادة من نظرية معالجة المعلومات عند نور. طيب ننتقل إلى سؤال آخر. السؤال بيقول: يتضمن قانون التمرين عند ثروندايك نمطان. يتضمن قانون التمرين عند ثروندايك نمطان، علل صحة أو خطأ العبارة. طبعا العبارة صح، لأن الراجل اللي اسمه ثروندايك عنده قانون اسمه قانون التمرين يتضمن استعمال وإهمال. طبعا العلاقة الممارسة والعلاقة بين المثير والاستجابة تتضمن حسب استعمالك وإهمالك ليها. يعني أنا لو سؤال استعملته كتير، حليته كتير، شفته كتير، يبقى اللي رابط بيني وبينه العلاقة قوية، يبقى العلاقة تقوى بالاستعمال. طيب بالإهمال، سؤال ما شفتوش إلا مرة واحدة وسايما، ما خدتوش كتير، ما حليتش عليه، المدرس ما قاليش عليه، يبقى الرابط بينه وبينه ضعيف. يبقى العلاقة تقوى بالاستعمال وتضع بالإهمال بين أي مثير وسلوكك واستجابتك لأي شيء. تمام. يبقى يتضمن قانون التمرين عند ثروندايك كم نمط يا جماعة؟ نمطين، يعني جزئين، استعمال وإهمال. سؤال تاني: قانون الاستعداد يصف الأسس الفسيولوجية لقانون الأثر. طبعا عند ثروندايك برضه قانون الاستعمال يصف الأسس الفسيولوجية قانون الأثر، علل صحة أو خطأ العبارة. العبارة سايمن. طبعا العبارة عندي صحيحة طبعا، ظهر على الشاشة قدامنا. ونخلي بالنا من حتة مهمة، والسؤال ده يمكن سهل جدا للطلبة، إن الطالب ممكن يكون مستعد أو غير مستعد. طب كان مستعد في حالتين، أجبر أو كان مستعد وأعطى الفرصة للإجابة أصبح في ارتياح وعدم دي، ده اسمه إيه؟ الأثر بتاع أثر طيب أهو. طيب كان مستعد ولم يعطى الفرصة، حصل طبعا عنده ضيق وعدم ارتياح، ادي الاثر برضو بتاعه. طب ما كانش مستعد واجبر على الاجابه، طبعا هنا بيشعر ايه؟ بالضيق. ادي الثلاث حالات بتوعنا. يبقى في حاله وحاله ثانيه، حاله ليها نتيجتين وحاله ثانيه ليها نتيجه واحده، يعني في الاخر هم ثلاث حالات بتوعنا. كل ده عباره عن ايه؟ ان انا شعرت او لم اشعر، ده عباره عن ايه؟ قانون الاثر، بس بشكل ايه؟ بشكل اخر، زي بيقول ايه؟ في ارتباط بين هذا وبين قانون الاثر عند ثروندايك. ننتقل لسؤال آخر. السؤال بيقول: اهتمت. طيب قبل السؤال يا أستاذ أيمن، ناخد فاصل ونرجع لشباب من تاني، نستأذن الشباب معنا فاصل، ما تروحوش بعيد، وهنرجع لكم تاني إن شاء الله. أهلا بكم أعزائنا الطلاب بعد الفاصل، وإحنا مع السؤال اللي بيقول: اهتمت نظرية الجشتالت بالإطار المعرفي لحدوث التعلم، صح أم خطأ مع التعليل؟ طبعا العباره صح. نظريه الجشتالت اللي هي بتاعت القرد يا جماعه والموز، قالت احنا هنبص على التعلم بشكل كلي في اطار معرفي، يعني بناء على المعلومات اللي هيعرفها القرد، وبيبص في جميع الجوانب. طبعا القرد لما اتعلم يا جماعه اتعلم من محاوله واحده بس، كان يسبقها بفتره تامل وانتظار وتفسير وتحليل لعناصر الموقف. القرد لما كان في التجربه بتاعتهم شاف العصايه اللي جاب بيها الموز او الصناديق ادوات مساعده وليست ادوات تسليه. اللي بيميز النظريه دي ان يعتمد على الفهم والادراك والتفسير، وليست مثل النظريات السابقه على الحفظ او التلقين او التكرار. يبقى اهتمت باطار معرفي. سؤال تاني يا استاذ ايمن في الجزئيه ديت: التعلم عند نورمان يتم من خلال التخزين الجيد للمعلومات. التعلم عند نورمان يتم من خلال التخزين الجيد للمعلومات، علل صحه او خطا العباره. العباره ده نصيحه طبعا، نخلي بالنا التعلم بيكون طبعا على المعلومات التي تم الحصول عليها، هو الدور الاكبر للتعليم او للتعلم. طبعا التعلم بنقول يقوم ايضا على التخزين الجيد، وحتى مهمة جدا، للمعلومات في الذاكرة الذي يساعد على الاداء الجيد. طبعا يتشابه فيه مع نظرية الفهم والاستبصار. التعلم لا يتم كعملية اوتوماتيكية، هنا طبعا بين قوسين بيلين اهو، لان ده بيختلف عن نظرية الشرطي الكلاسيكي. التعلم لا تتحكم فيها مجموعات قوانين مثل قانون الاثر او التعزيز، وده بيختلف فيها عن نظرية المحاولة والخطأ. طيب السؤال الآخر بيقول: التكرار وحده يكتفي للتعلم عند ثروندايك، أو يكفي التكرار وحده يكفي للتعلم عند ثروندايك، صح أم خطأ مع
التعليم. طبعا العبارة خاطئة وده عايز قانون أثر يا أستاذ أيمن. قلنا التكرار وحده مش كفاية، لازم الحاجة اللي أنا بتعلمها يبقى الأثر فيها طيب إيجابي، أشعر فيها بالرضا والارتياح. سؤال جاوبته وحسيت بالرضا والارتياح هحفظه أكتر وهحبه أكتر. طب سؤال حسيت اللي أنا أحرجت بسببه أو اتضايقت بسببه ممكن هنساه بسرعة. حتى أفتكر النظرية يا جماعة والتجربة اللي عملها، القط لما كان جوه القفص والرنداك كان بيطلع كان بإيه؟ بيضربه ولا بيحرقه ولا بيقربه ولا بياكل؟ بياكل. اذا يبقى القط لما طلع لقى الاثر طيب بدا يكرر العمليه مره ثانيه. طب لو كان طلع بيتعاقب او بيتكهرب ما كانش طلع كرر. اذا يبقى التكرار وحده مش كفايه عشان اتعلم، لازم الحاجه اللي انا بكررها اشعر بيها باثر طيب او رضا او ارتياح. طيب سؤال ثاني يا استاذ ايمن، تتعدد العمليات العقليه لمعالجه المعلومات عند نورمان، تتعدد العمليات العقليه لمعالجه المعلومات عند نورمان، علل صحه او خطا العباره. العباره صحيحه طبعا. هنا بيتكلم عن ايه؟ عن معالجة المعلومات والخطوات اللي الإنسان المفروض يعملها عشان يخزن أي معلومة. أول حاجة قدامنا الاستقبال، بيتم من خلال استقبال الفرد للمثيرات الواردة من العالم الخارجي عن طريق طبعا الحواس. الخطوة الثانية الترميز، يتم من خلال إعطاء معاني ذات دلالة محددة للمدخلات الحسية في الذاكرة. الاحتفاظ عندنا بالمعلومات في الذاكرة بيختلف مستوى الاحتفاظ باختلاف نوع الذاكرة وطبعا مستوى التنشيط فيها. آخر طبعا خطوة عندي الاسترجاع. الإنسان هنا طبعا بيتم من خلال استدعاء المعلومات اللي خزنها في فترات سابقة من الذاكرة طويلة المدى. وده بالنسبة للسؤال اللي بيتكلم عن العادة العقلية لمعالجة وتخزين أيضا المعلومات. طيب ننتقل إلى سؤال آخر، والسؤال النهاردة بقى في جزئية تانية عندنا وهو مبادئ التعلم وسط الاستذكار الفعال. بإذن الله بيجي لنا سؤال أو اتنين في الجزئية دي يا أستاذ تامر. طيب السؤال بيقول إيه؟ يلعب التعزيز. السؤال بيقول يلعب التعزيز دورا أساسيا في عملية التعلم، أكد صدق العبارة. طبعا التعزيز اللي هو المقابل سواء كان موجب الثواب أو سالب اللي هو العقاب. تمام. والتعزيز نوعين يا جماعة، تعزيز موجب وتعزيز سالب. الموجب عن طريق المكافآت المادية أو عن طريق الإيه؟ الثناء اللي هو المعنوية، برافو شاطر. طيب طبعا ده بيلعب دور ايجابي لان بيعرف الطالب ايه السلوك الايجابي اللي المفروض يلتزم بيه ويتمسك بيه اكتر وبيتعلمه. اما التعزيز السالب زي العقاب المادي، الضرب او الحرمان من شيء ملموس، او عقاب معنوي زي التوبيخ او الكلمات الجارحه. طبعا دوت ممكن يجيب نتيجه في بعض الاحيان، ممكن يبقى مفيد بس طبعا لازم بيبقى بمقدار الوالد عارف بيعمله ازاي. طبعا بيعدل، بيخلي الطفل يعرف ايه الغلط المفروض يعدله. وهنا التغذيه راجع ليها دور مهم طبعاً. ان انا لما اعاقبك على شيء بتسترجع الحاجه الغلط اللي انت عملتها وتبدا تحسنها وتصلحها. لما تيجي مدرس او مدرسه تقول للولد لا انت سمعت الكلمه دي غلط انا زعلانه منك، ده تعزيز، انا مخصماك، يبدا يعرف ايه الغلط اللي هو عمله عشان يعادل الغلط ده. اذا يبقى التعزيز له دور اساسي، مش ثانوي يا جماعه، دور اساسي، يعني دور مهم في عمليه التعلم سواء كان موجب او سالب بالشكلين بتوعه. سؤال تاني يا استاذ ايمن، تزداد كفاءه التعلم اذا كان تعلم موضوع معين يؤثر ايجابيا في تعلم موضوع اخر. يبقى كفاءه المعلم التعلم بتزداد اذا كان موضوع معين يؤثر ايجابيا في تعلم موضوع اخر، هل تؤيد؟ اذكر مبرراتك. طبعا نؤيد طبعا، او نخلي بالنا نؤيد. ليه بقى؟ قال لك طبعا ده هنا بيعرف عندنا بالانتقال الموجب لعمليه التعلم، دي حته مهمه قوي جدا. ليه؟ دلوقتي لو انتقلت من الموضوع لموضوع تاني ده مهم، بس استمر هنا في جزئيه مهمه قوي او في شرطين. اول شرط عندي ان اكون فاهم الموضوعات او العلاقه بين الجزء الاول والتاني او الموضوع ده والموضوع التاني. طب مش فاهم، مش هقدر انتقل من الموضوع لموضوع ايه؟ موضوع اخر. ادي اول شرط الفهم. الموضوع الثاني او الشرط الثاني ان يكون في عناصر مشتركه بين الموضوعين او بين مثلا الجزئين اللي انا بذاكرهم، دي حته برضو مهم. يبقى الفهم والعناصر المشتركه عمليات او بنسميها شروط هامه عشان اقدر انتقل من موضوع الى موضوع اخر. يعني مثلا لو تعلمت العولمه في الجغرافيا جيت اتعلمها في علم اجتماع لقيت نفس التعريف نفس الانواع، يبقى انا استفدت من العولمه اللي درستها في الجغرافيا في الحاجه الجديده اللي هي علم الاجتماع، اللي في علاقه بينهم. فهمت دي؟ وفي بينهم عناصر مشتركه. تمام. طيب معنا سؤال ترسلمر بيقول يلعب تركيز الانتباه، يلعب تركيز الانتباه دورا هاما في عملية الاستذكار، أكد صدق العبارة. طبعا عشان الإنسان يذاكر كويس أثناء المذاكرة لازم ينتبه، لازم يخصص وقت معين للاستذكار مش أي وقت. اتنين، لازم يخصص مكان معين للاستذكار. ثلاثة، لازم يحسن الظروف اللي حواليه ويتعامل مع جميع الظروف المتغيرة زي الضوضاء. لازم يتخلص من المشكلات خاصة النفسية أو العاطفية أو الاجتماعية قبل البدء في المذاكرة. دي عوامل هتساعد على تركيز الانتباه.
سؤال يا استاذ ايمن برضو في الاستذكار، يصبح الاستذكار اكثر فاعليه اذا كان المتعلم نشطا ايجابيا، يعني اذاكر اكتر لو انا نشيط ايجابي. حل الاول فيها ايه؟ اه طبعا هنا عايزين ايه بقى؟ الاستذكار المشاركه النشطه. اشارك ازاي مشاركه نشطه؟ اول حاجه عندنا المراجعه، لازم اراجع الحاجه اللي انا ذكرتها منذ قبل، يعني لازم المراجعه المستمره، ودي حته طالب الطرد عارفها. ايضا عندنا تدوين المذكرات. اه انا عندي مثلا الكتاب بتاعي بتكلم بكتب كده، وفي الهامش بتاعي المذكرات بتاعتي او في كراس صغير المذكرات، يعني تلخيص الدرس. ده بيساعدنا على ايه؟ على المشاركه النشطه. لسه لغايه الان في اخر جزئيه عندنا في الباب الاولاني في الاستذكار الفعال وايضا عامل التعلم الجيد. طيب ننتقل الى سؤال اخر. السؤال بيقول تلعب الدافعيه دورا هاما في عمليه التعلم على صحة أوقات العبارة أو أكد صدق العبارة. طبعا العبارة صحيحة، الدافع ليه دور مهم في التعلم، وبيكلم على الدافع بشكل عام. وفي فرق بين دوافع الإنسان والحيوان. أثبتت كل نظريات التعلم القديم أن الحيوان عشان يتعلم لازم يبقى عنده دافع، بس ركزنا على الدوافع الفسيولوجية، يعني بنجوع الحيوان عشان نعلمه حاجة ونديله التعزيز اللي هو الأكل. ولكن الانسان ارقى من ذلك بكتير، عنده دوافع اجتماعيه مكتسبه. انا مش عشان اكل واشرب، لا انا بتعلم عشان انجاز، عشان تفوق، تحقيق مكانه اجتماعيه. اذا يبقى دوافع الانسان في التعلم ارقى من الحيوان. بس ما ننساش الانسان عشان يتعلم لازم يبقى عنده ميل وعنده رغبه في الحاجه اللي بيتعلمها، وده يحس لما يحس ان الحاجه اللي بيتعلمها ليها اهميه في المستقبل المهني او الحياتي. طيب سؤال تاني يا استاذ ايمن، تعتبر الممارسه المركزه افضل من الممارسه الموزعه في التعلم؟ الممارسه المركزه افضل من الموزعة في التعلم، هل تؤيد؟ اذكر مبرراتك. هل المركزة افضل من الموزعة سايما؟ طبعا بنقول عبارة خطأ، او لو قال في الامتحان تؤيد اقول له طبعا لا اؤيد. تمام. ليه؟ الانسان كل ما كان بيعمل عمل يتخلل فترات من الراحة ده بيؤدي لايه؟ يؤدي الى ممارسة النشاط او معادة نشاط مرة اخرى. لان انا عندي كم نوع من الممارسة؟ عندي نوعين طبعا، الموزعة وعندي المركزة. الاتنين دول، الممارسة الموزعة ان الانسان بيعمل اي عمل سواء العمل ده كان المذاكرة او غيره يتخلل فترات من الراحه، ده بيديله الايه؟ الاحساس بعدم الملل. ايضا عندي بقى النوع الثاني، الممارسه المكثفه، طبعا ده غير مطلوب، ان لم يكن بعض الاحيان يبقى مطلوب عند بعض الناس ودي قدرات خاصه. اما في الغالب العام بنقول ان الممارسه الموزعه افضل من الممارسه المركزه. المركزه اللي هو يقعد جلسات طويله دون ان يتخلل فترات من الراحه. راح. تمام. طيب معنا سؤال اخر بيقول يمكن تحقيق الدافعيه في الاستذكار؟ حلل. يمكن تحقيق الدافعية للاستذكار؟ حلل تلك العبارة. دي عايزة يعني بنقول زيادة الدافعية في الاستذكار، او ازاي الشاب يا جماعة يذاكر باقصى قدراته وامكانياته. طب ازاي احقق الدافعية في الاستذكار ديت؟ اقول لك لما تحدد هدف تسعى ليه، انا عايز انجح، عايز اتفوق، اطلع من الاوائل، اتحدى نفسي شوية، تنافس مع الذات لتحقيق اكثر استفادة، لما احط وقت الانتهاء نهائيا من تخصيص المادة، يبقى دي اللي بنقول عليها ازاي نزود دافعيتك في الاستذكار. تمام. طيب زيادة الرغبة في الاستذكار. سؤال تاني يا استاذ ايمن، القراءة بالفهم تيسر الكثير من التعلم. القراءة بالفهم، طب لو قال القراءة بالحفظ يبقى العبارة هتختلف غلط. القراءة بالفهم تيسر الكثير من التعلم، أكد صدق العبارة. طبعا دي عبارة عندي هنا صحيحة، أكد صدق العبارة. إيه الطريق إيه؟ قدام نظرة، عشان بنقول استخدام طرق القراءة الجيدة، يبقى ده عايز أس من ضمن الأساس هو استخدام القراءة الجيدة. جميل. القراءة بالفهم من العوامل اللي بتيسر عملية التعلم، إزاي؟ قال لك يمكنك طبعا تستخدم تلك ذلك لتحقيق ذلك فيما يلي. أول حاجة استعراض عام للمادة الدراسية التفصيلية، استعرض المادة كلها، اقرا الكتاب بتاعي كله علم النفس مرة واحدة، مجرد قراية، ده بيساعدنا على ايه؟ على بعد كده المذاكرة. الربط بين المعلومات الجديدة والمعلومات الصادقة، ارجو الناس معلومات علم نفس ثانية وثالثة ثانوي. البحث عن المبادئ العامة التي تندرج تحتها التفاصيل والجزئيات. علم تدرس ايه؟ السلوك وكل ما يؤثر على السلوك دوت التفاصيل. استخدام عادات جيدة في القراءة، ده القراءة السريعة وحركة العين أثناء القراءة على الكلام المطبوع، مبقاش قدامي مثلا بقرا حاجة وقدامي حاجة تانية بركز فيها، ده بيساعدني على التشتت وليس على الفهم والحفظ. طيب ننتقل بقى مع الباب الثاني في علم النفس وعلم نفس النمو والأسئلة برضه المتوقعة فيه. يبقى كده احنا خلاص استمر الباب الأول كله في علم النفس والأسئلة المتوقعة فيه في الفصول بتاعته، ننتقل بعد ذلك إلى إيه؟ إلى الباب الثاني في علم النفس، علم نفس
النمو. طبعا ما ننساش ننوع يا استاذ ايمن اللي احنا قاعدين معهم ساعتين يعني من 3 ل 5، وبكره ان شاء الله في حلقه مع استاذ وسيم واستاذ محمد حماد بكره برده من 3 ل 5 استكمالا للحلقه ديت، وبرده هي ايه هيبقى في استفاده منها كبيره ان شاء الله بإذن. يعني ان شاء الله النهارده وبكره باذن الله تخش الامتحان وانت مطمن ما تقلقش من اي حاجه بفضل الله. تمام. طيب السؤال الاولاني يا استاذ ايمن اتفضل. السؤال بيقول حدد اهتمامات، حدد اهتمامات علم نفس النمو والارتقاء، حدد اهتمامات علم نفس النمو والارتقاء الانساني في ضوء ما درس. دي مقدمة الباب الثاني، علم النفس النمو بيدرس مبادئ وقوانين النمو، طبعا بيساعد على فهم مظاهر النمو المختلفة، الجانب الجسم والعقل والاجتماعي. طيب بيدرس مشكلات كل مرحلة من مراحل النمو، ما انساش اقول هدف منه تكوين شخصية نامية متطورة متكاملة، وتكوين الشخصية لا يرجع الأسرة زي ما الناس متخيلة فقط، ولكن الأسرة والمدرسة والإعلام والأصدقاء كل اللي دور في تكوين شخصيتك، لأن شخصيتك تشمل كذا جانب مش جانب جسمي فقط زي ما الناس فاكرة. ده مقدمة الباب ومهمة. سؤال تاني يا أستاذ أيمن، حدد مقصود بالنمو والارتقاء الإنساني في ضوء ما درست. حدد المقصود بالنمو والارتقاء الإنساني في ضوء ما درست. طبعا باين قدامنا عشان عايز تعريف النمو والارتقاء الانساني، هو سلسله من التغيرات تحدث للكائن الحي منذ لحظه الحمل وحتى الشيخوخه او الوفاه في الجوانب طبعا الجسميه والعقليه والانفعاليه والاجتماعيه واللغويه وايضا الخلقيه. طبعا التعريف ده بيتضح منه بعض الافكار. اول حاجه عندنا ان النمو سلسله متصله بتبدا منذ لحظه الحمل ثم الطفوله والمراهقه والشباب والرشد وايضا الشيخوخه. أيضا يشمل هذا التعريف الجوانب الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية وأيضا اللغوية. ده بالنسبة للسؤال بتاعنا. طيب ننتقل لسؤال آخر. السؤال بيقول أذكر مبادئ النمو والارتقاء الإنساني في ضوء ما درست. وكلمة أذكر يعني عناوين زي ما هي على الشاشة بالظبط دايما يعني من غير شرح. ممكن يجي لي شرح طبعا، بس السؤال هنا عايز العناوين. النمو يسير من العام الخاص، النمو تغير مستمر، لا توجد فروق فرديه في معدلات النمو، في اختلافات بيننا، تختلف سرعه النمو او معدلاته من ايه من مرحله الاخرى، تميل جوانب النمو المختلفه الارتباط ببعضها البعض، النمو يسير في اتجاهات طوليه وعرضيه. طبعا كل ده ليه شرح، بس السؤال هنا كان عايز اذكر يعني عناوين بالظبط. السؤال اللي بعديه، حدد دور الاسره في عمليه نمو الافراد. هل الاسره ليها دور في النمو اصلا؟ طبعا. اتفضل. قدامنا ظاهر بنقول اذا كانت العلاقات الاسريه بين الطفل ووالديه تتسم بالحب والاحترام، طبعا ده بيجعل الطفل يتقبل ذاته، يتقبل الاخرين ويثق فيهم. طب اذا كانت العلاقات الاسريه دي بين الطفل ووالديه تتسم بالحمايه الزائده او ممكن الاهمال او السيطره، هتؤدي الى ايه؟ الى زياده اعتماد الطفل على غيره، يبقى اصبح متواكل. طب اذا كانت العلاقات الاسريه طيبه بين الطفل والاخوه او الاخوه وعدم تفضيل طفل على طفل اخر. طيب وايضا خاليه من التنافس، فانها تؤدي الى النمو النفسي السليم للطفل. طبعا ده بالنسبة للسؤال بتاع دور الأسرة في عملية نمو الأفراد. خلي بالك يا استاذ تامر، لو بنتكلم هنا عن دور أي حاجة مش بنتكلم عن نمو الجسم بس، ده أنا عندي فيه نمو جسمي وعقلي واجتماعي وانفعالي إلى آخره. طيب معنا سؤال آخر بيقول حدد مخاطر ودور الإنترنت والكمبيوتر لو الحاسب الآلي طبعا على نمو الأطفال. طبعا احنا في عصر المعلومات وعصر عولمة والتكنولوجيا والكمبيوتر، لازم نعرف ولادنا ان في مخاطر من كثرة استخدامها. طبعا صعوبة تحقق مساحة معلومات، ممكن يعرف معلومات غلط، بلاش يتبادل الحديث مع الغرباء عشان ما يفشيش اسرار خاصة بيه وتستغل ضده، في ناس بتستغلها من خارج المنزل. يا ريت ما يقعدش استهلاك ساعات طويلة قدامه، لان ممكن بتأثر سلبيا ويقلل من الناحية الاجتماعية والناحية النفسية عندهم، شعوره بالوحدة والاكتئاب، وده بيقلل من تواصله الاجتماعي مع الاخرين، هيحب يقعد على الجهاز بتاعه مش عايز يقابل الناس الاجتماعية. فعشان كده لازم نحرص على ولادنا شويه. ترتبط وظائف، سؤال تاني، ترتبط وظائف الغدد الصماء ارتباطا وثيقا باجهزه الجسم المختلفه. ترتبط وظائف الغدد الصماء ارتباطا وثيقا باجهزه الجسم المختلفه. اعرض في ضوء ما درست. طبعا انا مش عايز امثله الغدد، انا عايز بقول الغدد الصماء دورها ايه على الجسم بس. لا اول جزئيه قبل ما ناخد بقى اللي قبل طبعا. امثله الغدد قبل الغده النخاميه والدرقيه. ايوه بالظبط، حتى نخلي بالنا منها لان ممكن تيجي في الامتحان. طيب هنا بقول اول وظائف دي ايه؟ اول وظيفه تساهم في نمو الجسم، ايضا تساهم في ضبط السلوك الانفعالي، التوازن في افرازها تجعل الفرد شخصا سليما. طب الاضطراب سواء زياده او نقصان في افرازها تجعل الفرد مضطربا نفسيا وايضا جسميا. طيب سؤال اخر، في بقى بعض العالم بتاثر في النمو وهي جماعه الرفاق. السؤال بيقول حدد دور الرفاق على نمو الافراد.
دول جماعة متقاربين إما في السن أو الميول أو الاتجاهات. طبعا الرفاق ليهم مجموعة بتأثر على الناحية الاجتماعية والعاطفية لأي فرد فينا سواء الطفل أو المراهق، عشان لو قالك دول رفاق على الطفل أو المراهق، طبعا أحد الأطر المرجعية ليه للطفل أو المراهق، ممكن يجي لي سؤال الجملة دي، تعتبر الرفاق أحد الأطر المرجعية للطفل المراهق، أقول له العبارة الصح وأكتب الحتة دي، مش المراهق بس، يقول لي طفل مراهق يبقى هنا، يبقى مش عايز المراهقة يا جماعة. أيوه لو قالك الجملة دي يبقى عايز، يقول لك للطفل المراهق يبقى عايز الحتة دي بس. طيب طبعا لازم هم مصدر النصيحة بتوعه، هم مصدر الترفيه، مصدر مساعدة في جميع الأحيان. لما الشخص بيبقى من غير مرغوب من جماعة حواليه زي جماعة الرفاق، بيشعر بالتدني إلى النفس والوحدة والعزلة والاكتئاب، فعشان كده الإنسان الطبيعي يبقى ليه أصدقاء. تمام. طب تعد الروضة المعبر الذي ييسر انتقال الطفل إلى من البيت إلى المدرسة، يبقى الروضة اللي هي حضانة. تمام. بتيسر انتقال الطفل من البيت للمدرسة. اعرض هنا طبعا نعرض قدامنا عشان نقول تعد المعبر الذي يساعد على انتقال الطفل من البيت الى المدرسه، طبعا ده كان السؤال نفسه او راس السؤال. فتعد البوتقه التي تنصار فيها فروق التنشئه الاجتماعيه الخاصه لتتحول الى تنشئه اجتماعيه عامه. كل واحد جاي من اسره في الحضانه، كل بايه ينصار مواضيع البعض، يعني بيتعلموا من بعضهم. يعني تعد اهم التغيرات الاجتماعيه التي تساعد الطفل في تحقيق نضجه الاجتماعي، تسهم في اتساع عالم الطفل الاجتماعي بعد ان كانت علاقته محصوره على الاسره فقط، ده قبل دخوله الى الحضانه او الى الروضه. بمناسبه البوتقه، كل واحد بيبقى جاي يا استاذ ايمن متعلم تربيه معينه في اسرته. تمام. اللي معلم ابنه على الادب قوي، اللي معلم ابنه على الدلع قوي، لكن في الحضانه بتعلمهم تنشئه واحده، حاجات متشابهه، كلهم بيبقوا شبه بعض، شبه المجتمع اللي هم فيه. تمام. طيب معنى السؤال ده تاني بيقول تعد وسائل الاعلام امتداد لدور التنشئه في الأسرة. تعد وسائل الإعلام امتداد لدور التنشئة في الأسرة، اعرض في ضوء ما درست. طبعا الأسرة ربنا يدي أهلنا طولة العمر، ولكن ممكن يجي علينا وقت ما بإيه ما بيكملوش معانا، أو إحنا بننتقل خارج الأسرة، مين اللي بيكمل معاك؟ الإعلام. والإعلام يتميز بتعدد أساليبه وتنوعها وسهولتها ويسرها. عندي أدوات كتيرة قوي بالإعلام. طبعا الإعلام لو في تناقض في المعلومات اللي أنا بتعلمها بيتأثر بالسلب. طب لو في تناسق بين اللي أنا بتعلمه في البيت مع المدرسة مع الإعلام بيأثر إيجابي على تكوين الشخصية. ده المطلوب طبعا. طيب سؤال بقى، نخش على موضوع المراحل طفولة والحضانة. يكتسب الطفل في مرحلة الرضاعة نقط في السنة الأولى، يكتسب الطفل في مرحلة الرضاعة نقط في السنة الأولى، هل الاستقلال ولا التفاؤل ولا الثقة ولا الإنجاز؟ في السنة الأولى يكتسب طبعا الثقة عندنا. طب لو قال يكتسب الرضيع نقط في السنة الثانية هيبقى الاستقلال. ماشي يا جماعة، خلي بالك من الكلمتين دول، يبقى في السنة الأولى الثقة، في السنة الثانية الاستقلال. ونخلي بالنا مش الاستقلال الكامل، لان في جزئية عندنا اول استقلال الطفل ده في ايه مرحلة الطفولة المتأخرة. طب نخلي بالنا هنا الثقة. هنا بيتكلم عن ايه؟ سؤال اختيار من متعدد في الامتحان، ممكن يجي لي السؤال صح غلط مع التعليل او اختار من متعدد، والكلام ده الطالب عرفه في الدور الاول. ودي الحتة دي يا استاذ ايمن اللي هي الصفات الايجابية بالظبط كده لطفل الرضاعة نتيجة تربية سليمة. تمام. هنا طبعا في السنة الأولى بيكتسب الثقة بالنفس، وفي السنة الثانية بيكتسب الاستقلالية. ينظر بتفاؤل للمستقبل، بيثق في الآخرين ويعتمد عليهم، يهيئ لإقامة علاقات اجتماعية معهم. طبعا دي حتة مهمة جدا في تلك المرحلة. طيب ننتقل إلى سؤال آخر. السؤال بيقول يكتسب الطفل صفات إيجابية في مرحلة الطفولة المبكرة، صح أم خطأ مع التعليل؟ طبعا صح إذا توفر الظروف إيه؟ نفسية واجتماعية مناسبة للطفل. يكتسب الاستقلال الذاتي بقى، يبقى مستقل بذاته، ياكل يشرب يتحرك يلبس، وقوة الإرادة، ويتوقف على مدى شعوره من حب الآخرين وحريته مع الوالدين. طبعا كل ما يديله حرية أكتر كل ما يكتسب ثقة في نفسه أكتر. طبعا بيبقى عنده قدرة على التحكم في النفس، وقدرة على التحكم، وقدرة على زيادة دافعيته في الإنجاز، يعني إزاي أتفوق وأنجح، وده في الطفولة المبكرة. طب يكتسب السؤال اللي بعديه، يكتسب طفل المدرسة، وقلنا المدرسة يعني الوصول المتأخرة. تمام. لكن الحضانة طفولة مبكرة. طب طفل المدرسة الطفولة الوسطى المتأخرة. يكتسب طفل المدرسة الابتدائية صفات إيجابية، يبقى عايز الصفات الإيجابية بتاعت الطفولة المتأخرة. تمام. تعالى بره الدنيا صح. أول صفة عندي زيادة النضج العقلي والانفعالي والاجتماعي، وبيظهر في القدرة على التفكير الاستدلالي وأيضا تنظيم الذات والتواصل مع الآخرين. يشعر بالكفاءة والتمكن، ده من خلال إيه؟ معرفة الكيفية اللي صنعت بها إلى أشياء. يهتم أيضا بالإنجاز الأكاديمي، لذلك تلاقي درجات الطالب في المرحلة دي درجات عالية جدا، غير الإعداد وغير الثانوي اللي عنده الإنجاز دوت مهم جدا. طيب ننتقل لسؤال آخر. السؤال بيقول تعد مرحلة الرضاعة
هي مرحلة انطلاق القوى الكامنة والإنجازات. صح أم خطأ مع التعليم؟ طبعا دي مقدمة، العبارة صحيحة، مقدمة الرضاعة، هي مرحلة انطلاق القوى الكامنة، بيكتشف فيها العالم الخارجي والإنجازات الكبيرة، تشهد نمو جسم سريع ويبدأ يتحرك، تمثل الحبو والمشي والجلوس طبعا، يتعلم فيها الكلام واللغة، يتم فيها الفطام، يبقى عنده استقلال نسبي لنفسه، يعني يبدأ بقى استقلال نسبي، يتم فيها مفهوم، يتكون فيها مفهوم الذات، يبدأ يشوف نفسه يقول أنا موجود. طيب سؤالي بعدي، ينمو لدى الطفل ما قبل المدرسة، قلنا ما قبل المدرسة، ما قبل المدرسة يبقى الطفولة المبكرة، تمام، الوعي بالاستقلال، برضو دي عايز المقدمة بتاعت الطفولة المبكرة، تمام. فالعبارة عندي صحيحة، وبتبدأ هنا طبعا في بداية السنة الثالثة حتى حيث تحول دخول المدرسة الابتدائية، وينمو الوعي بالاستقلالية، وينمو مفهوم الذات لدى الطفل، وبيظهر طبعا ده في تكرار كلمة أنا عايز كذا، أنا عايز كذا. أيضا يستطيع الطفل القيام ببعض المسؤوليات الذاتية زي الأكل كده وزي اللبس. يستطيع أن يساعد في بعض الأعمال المنزلية ويتحدث مع الآخرين بكفاءة ويستطيع الجري. بيقلد ما يراه في التلفزيون أو في أي حاجة، ولذلك لابد نكون حريصين جدا في أي حاجة تقدم إليه لأنه بيقلد اللي بيشوفه، فلازم طبعا يقلد الشيء الحسن وليس الشيء السيء. طيب ننتقل لسؤال، السؤال بيقول زيادة عدد مرات الحمل عن 4 تفيد الأم والجنين. على ساعة خطأ العبارة، العبارة غلط، تضر الأم والجنين، وده طبعا في ضوء المنهج اللي عندنا إن كل ما الأم بتجيب أكتر من 4 بيأثر سلبيا على الجنين، الأجنة خاصة بعد الأولاني بيبقى أقل حجما ووزنا وأمراض. طب بالنسبة للذكر، إذا كان الطفل أول ذكر فهرمونات الذكورة أكتر من اللي بعده. طب بالنسبة للأم، بيجي لها بعض الأمراض خاصة إذا كان وقت الولادة متكرر، بيجي لها بعض الضعف أو الأنيميا، لأنها بياخد من جسمها، خاصة إن هي ما بتاخدش وقت راحة لتكوين جسمها. طيب ناخد فاصل أستاذ أيمن ونستكمل بعد الفاصل. وماله؟ طيب نستأذنكم فاصل، ما تروحوش بعيد وركزوا معانا، وهنرجع تاني إن شاء الله. اهلا بكم بعد الفاصل اعزائنا الطلاب، وزي ما الفاصل كان بيقول امسك في حلمك واوعى تسيب حلمك مهما كان، واحنا نساعدك على تحقيق حلمك ان شاء الله. طيب سؤالي اللي جاي استاذ ايمن، الحاله الانفعاليه للام تؤثر على الجنين بشكل مباشر، بشكل مباشر، خلي بالك من الكلمه دي، علل صحه او خطا العباره. طبعا العباره خطا طبعا، هي بشكل غير مباشر بتاثر طبعا، لكن بشكل غير مباشر ازاي؟ الانفعالات بتاثر زي ايه؟ الانفعالات زي السعاده والقلق والحزن، بتاثر بشكل مباشر ازاي على الجنين؟ حيث تؤثر على الهرمونات طبعا، ده القلق الزائد والحزن الشديد تؤثر بشكل كبير على الجنين وعلى الام الحامل، وتجعل الحمل اكثر صعوبه حيث يزيد من الغثيان والقيء والاجهاض. طبعا عصبيه الام بتؤثر على الجهاز العصبي للجنين، وبعد الولاده تزيد من عصبيه الطفل وبكائه الشديد. طيب ننتقل لسؤال اخر، السؤال بيقول تتسم الطفوله المتاخره بحدة الانفعالات. طبعا العبارة دي غلط، وهنشرح المتأخرة، واحنا حاطين الإجابتين تحت بعض. سؤال تاني طبعا استاذ ايمن معاها، السؤال بيقول تتسم الطفولة المبكرة بالهدوء الانفعالي، برضو العبارة قدامي طبعا هو عكس الكلمتين. الطفولة المتأخرة عشان احنا جايبين علمين هدوء انفعالي، يعتبر علماء قالوا فيها هدوء اكثر من الطفولة اللي قبليها، يتسم بقبول النظام والطاعة، عشان كده العلماء بيقولوا الطفولة هادئة. اما في الحضانة طفولة صاخبة او شدة في انفعالات، عنده خوف وعنده غضب وعنده غيرة، وشرحنا بالتفصيل قبل كده كذا مرة. تمام. سؤال اللي بعديه، يدخل طفل المدرسة المرحلة الرابعة للنمو العقلي عند جان بياجي. يدخل طفل المدرسة طبعا نقصد بها الابتدائية، المرحلة الرابعة للنمو العقلي عند جان بياجي، طبعا عبارة خطأ، احنا جايبين الإجابة كاملة. أيوة. لثلاث مراحل عقلية بس. انت عايز اللي على الشمال بس، اللي هي بتاعت الطفولة المتأخرة بس، قلنا نذكرك بيها بس. نخلي بالنا زي الطلبة طبعا، الإجابة اللي قدامنا على الشادي مش إجابة السؤال كله طبعا، الإجابة بتاعتنا اللي هي في ناحية الشمال فقط بس، لكن هي سريعا كده بنقول النمو العقلي في الطفولة أو في الرضاعة الأول. الذكاء طبعا بيكون ايه؟ الذكاء حسي حركي، بيستطيع استخدام الرموز واللغه بكفاءه. طب عندي بقى النمو العقلي في الطفوله المبكره، التفكير بيكون فيها حسي والتمركز حول الذات، ولا يستطيع ان يركز على حاجتين على بعدين او اكتر. طب النمو العقلي بقى في مرحله الطفوله المتاخره او دخول المدرسه، نخلي بالنا هنا بنقول عند سن السابعه يدخل الاطفال في المرحله الثالثه من مراحل النمو المعرفي الاربعه اللي حددها عالم النفس المختص بالجانب العقلي جان بياجي. والمرحله طبعا دي بيسميها مرحله العمليات العمليه العينيه العقليه او الحسيه. طب نخلي بالنا القدره على التفكير المنطقي في الامور الحسيه من مظاهر النمو المعرفي، حب الاطفال للاستكشاف ومعرفه ما لا يعرفه، ولهذا يجب توفير مصادر المعرفه للطفل
زي كتب، زي مجلات، الى 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 اخره. طيب ننتقل بقى الى الباب الثاني والجزء الاخر، وهو المراهقه والاسئله الخاصه به. طيب السؤال بيقول ايه؟ يوجد اتفاق، يوجد اتفاق على مرحله المراهقه هي مرحله ازمه كما يسميها ستانلي هول، بمرحله الضغوط والعواصف. السؤال بيقول لي عقب على هذه المقوله. طبعا هنا الاجابه ناقصه شويه لان المفروض نكملها. المراهقه هي مرحله توتر شديد بسبب التغيرات الفسيولوجيه. جورج ستانلي هول قال هي مرحله الضغوط والعواصف. اكد علماء النفس والاجتماع وعلماء الانثروبولوجي ان مشاكل المراهقه تختلف من مجتمع لاخر حسب ظروف المجتمع، ولكن لها اسباب وعوامل. احنا بس كملنا الاسباب والعوامل من عندنا بقى. من ضمن الاسباب الصراع اللي بيبقى في نفسيه المراهق، ان هو بيعامل معامله الصغار ويريد ان يعامل معامله الكبار، خاصة لو اللي دي خانقينه يعني من نوع المتسلط. السبب الثاني الصراع اللي بينشأ في نفسية المراهق بسبب دوافع الجنسية اللي عايز يشبعها، وهناك موانع بتمنع داخلية وخارجية، زي الداخلية زي الأنا الأعلى أو الضمير، والخارجية زي الدين والأخلاق والقانون. الصراع اللي في نفسية المراهق بسبب رغبته في الاستقلال عن والديه، وفي نفس الوقت هو محتاج لهم في الحاجة للأمن والمال والأمان. طبعا قد يكون عامل رابع بسبب عدم توازن جوانب الشخصية، جسمه كبر بس عقله لسه لم ينضج على قد جسمه، فبيحصل له بعض المشاكل ونحمله مسؤوليات أكبر منه، ونحمله بعض الأشياء اللي لا يستطيع عليها، فلما ما بيقدرش يعملها بيشعر بالفشل والإحباط. آخر عامل قد يكون عنده صراع عايز يحقق ذاته ونفسيته وأهدافه بس لا يستطيع بسبب عوامل جسمية نفسية اجتماعية مادية. عايز يتفوق على اصحابه مش قادر، عايز يلعب رياضه ومش عارف، عايز يجاري اصحابه في المصاريف مدينه ومش قادر، فبيأثر على الناحيه النفسيه. دي عوامل. بس السؤال اللي فات كان عايز المقدمه بس، بس العوامل دي احتياطي عشان لو جالي واحده منهم. سؤالي يا استاذ ايمن، المراهقه هي مرحله سعي الى الكمال، حلل هذه العباره. المراهقه هي مرحله السعي الى الكمال، حلل هذه العباره. طبعا احنا بنقول يتعلم المراهق طبعا ما يتوقع منه جماعته من سلوك دون اشراف مستمر او تهديد بالعقاب، عكس طبعا الطفولة. المراهق هنا بيحل المبادئ الخلقية العامة محل المبادئ الخلقية الخاصة. المراهق بيحل الضوابط الداخلية للسلوك محل الضوابط الخارجية. المراهقة هي سعي الكمال تكملة، ونتيجة لذلك نجد المراهقين يصنعون. دي الإجابة الأدق زي ما يعني احنا كنا بنقول الجانب الخلقي كله، بس يعني هو لو الطالب شرحنا أول هنا برضو صح بالضبط. فقدامنا هنا بنقول طبعا مرحلة سعي الكمال نجد المراهقين طبعا يصنعون لأنفسهم معايير أخلاقية مرتفعة يصعب أحيانا الوصول إليها، وحين يعجز عن تحقيق نموذج الكمال الأخلاقي الذي حدده لنفسه يشعر بالذنب وتأنيب الضمير، ويكون أكثر من الطفل لتقبل اللوم. إذا زادت بقى حدة مشاعر الذنب عند المراهق، قد يشعر المراهق بعدم الكفاءة الشخصية، بعضها حقيقي طبعا وبعضها وهم، ويلجأ إلى أحلام اليقظة. سؤال آخر بيقول بيميل المراهق إلى التخيل المجرد والانتباه والتذكر بالفهم، ده فين في مرحلة المراهقة؟ السؤال بيقول لي حلل العبارة. طبعا هو عايز الثلاث نقط الجوانب العقلية او العلامات العقلية المراهق. الانتباه، بيزداد الانتباه اكتر عنده، اكثر دقة ومدى عن الطفل، وبيبقى ده ولو عنده ذكاء واسع بيبقى افضل في التذكر والحفظ. طيب التذكر، التذكر بيبقى مبني على الفهم والمعنى وليس آلي مثل الخطوات او المراحل السابقة. التخيل، خياله بيبقى مجرد، بدل خيال حسي لازم اشوف الحاجة، لا انا ممكن اتخيل حاجة ما شفتهاش، وهنا بيلجأ لأحلام اليقظة. ومعظم المواد اللي بيعتمد عليها مواد المراهقة بقى معتمد على الخيال، زي الرياضيات مثلا والمنطق، عشان كده بقت مهمة في دراسة بعض المواد. طبعا. ولما بيغرق في بعض المشاكل بيلجأ للخيال اللي هي أحلام اليقظة. يعد كل من تحقيق علاقات ناضجة وهوية الجنس والهوية المهنية من تحديات المراهقة. أكد سلك العبارة. ممكن يجي لي واحدة منهم، مش لازم التلاتة. وفي الغالب بيجي واحدة ستة. بس التلاتة مهمين دول. احنا دلوقتي جينا نراجع المنهج في شكل سنجيب. فأول حاجة عندنا تحقيق علاقة ناضجة مع الرفاق. يتم الكلام ده كله إزاي؟ أول حاجة بيشعر المراهق بقيمته من خلال ردود أفعال الآخرين. يميل المراهق نحو الجنس الآخر، وده يعد ميل طبيعي جدا اجتماعي. بيؤدي هذا الميل لاتساع نشاطه الجنسي للغير. هذا الميل هو المسؤول عن قضايا الحب للمراهقين. دي أول جزئية. طب برضو بنقول هنا من ضمن التحديات هوية الجنس. يبدأ المراهق منذ الطفولة في قبول طبيعته البيولوجية والدور المناسب لجنسه. يمثل هذا الدور جزءا هاما في إحساسه بهويته والتوحد مع والده من نفس جنسه. آخر جزئية عندنا في السؤال ده اتخاذ قرارات تتعلق بمهنته. إعداد المراهق للمستقبل يعد مطلبا أساسيا للمراهق. فالمراهق بيشعر بالقلق والاضطراب لعدم تحديد مهنته. هذا القلق يدفعه للتوحد بالمشاهير لتماسكه الذاتي،
وبتنتهي المرحله طبعا ديت مع بدايه الخبره العمليه. خش على الباب الثالث وهو الشخصيه. تمام. اول سؤال عندنا بنقول حدد محددات الشخصيه في نظريه التحليل النفسي. طبعا دي بتاعت فرويد. بتاعت فرويد اللي قال يا جماعه عايزين تعرفوا الشخصيه في بعض العوامل زي خبرات الطفوله، زي دوافع اللاشعوريه، زي الصراعات، زي الطاقه النفسيه بتحرك سلوكك، زي ميكانيزمات الدفاع والحيل، وفي مجموعه اخرين محدثين زي اريكسون، زي هورني. الناس دي قالت لا احنا برضو في حاجات بتاثر زي خبرات الوالدين ليها تاثير علينا، ولو عايزين تعرفوا الشخصيه عن طريق الاستبطان والتداعي الحر للمعاني والملاحظه يبقى ده حللوا الشخصيه من وجهه نظرهم. دي نظريه اسمها التحليل النفسي. طيب لما يقول لي سؤال يا استاذ ايمن حدد اهم سمات الشخصيه المبدعه، سمات الشخصيه المبدعه صفاتها ايه؟ تمام. اول صفه عندنا بنقول يتسم بالمنهج العلمي في التفكير ويبتعد عن التفكير الخرافي. اتنين من ضمن السمات يلفت انتباهه ما لا يلفت انتباه الشخص العادي، يفكر في قضايا لا يفكر فيها الشخص العادي، تتسم حلوله للمشاكل بالحداثه، يعطي حلولا متعدده للمشكله الواحده. اخر سمه نسبة ذكائه مرتفعة عن الأشخاص العاديين. سؤال آخر، السؤال بيقول لي حدد سمات الشخصية الطبيعية أو العادية في ضوء ما درست. طبعا ما انساش اول جمله فيها الشخصيه العاديه، وطبعا اختلف العلماء على المحك المكتوبه بالازرق دي يا جماعه، اختلف العلماء على المحك اللي بيحدد الشخصيه من هو الشخص الطبيعي، اختلفوا شويه. عندي ثلاث فرق، في ناس قالت اللي تظهر صفات شخصيته خصائصه بصوره متكامله متوازنه، انت متوازن. في ناس قالوا اللي يتميز بالصحه النفسيه والجسميه والعقليه الجيده. في ناس قالت لا في شويه صفات، يعني اللي عنده رزانه العقل وثبات انفعالي واستثمار كامل لكل طاقته، يتوافق مع بيته، ليس في حرب نفسه او غيره، يبقى دي اهم صفات الشخصيه الطبيعيه او العاديه. تمام. احد زملائك شخصيه دونيه، اعرض اهم صفات شخصيته. احنا قلنا الشخصيه الدونيه معناها ايه يا استاذ ايمن؟ الشخصيه الدونيه طبعا عندنا بنقول ده نقص لا شعوري في الانسان، ليه؟ نتيجه عنده بعض العيوب او بعض الحاجات النقائص اللي بتؤدي الى ان يشعر ان هو دون الاخر، لذلك سميناها الدونيه. طب ايه اهم سماته بقى تلك الشخصيه؟ يعاني من عجز دائم في تلبيه التزاماته، يتخذ مرتبه ادنى عند التعامل مع الغير، يقتنع بوضع الخضوع والاستسلام، يفتقر للشعور بالثقه والاستقلاليه، يرضى بالأدوار الهامشية في الحياة. سؤال آخر، حدد موقف فيلمينج في تعريف الشخصية، اللي هي الشخصية طبعا كمثير، ده جانب ممكن نقدي للإنسان، وطبعا المنهج بتاعنا يمكن نقد الجزء ده. طبعا الراجل اللي اسمه فيلمينج تبع الشخصية زي مع الشاشة، الشخصية كمثير ما يمتلكه الفرد من مظاهر خارجية لها تأثير على الآخرين، يعني أنا مظهري يأثر عليه. فيلمينج قال نفس الكلام، مجموعة من الأفعال لا تؤثر الآخرين، شكلك ومظهرك وشعرك ولبسك وعربيتك ممكن أفهم شخصيتك، ولكن إحنا موقفنا منه إيه وموقف كتابه، لو قالك موقفك أنت قول له لا أتفق مع فيلمينج. ليه؟ لأن كده أهمل التنظيم الداخلي للشخصية، بصيت من بره ونسيت من جوه، وإن في حاجات من جوه أهم من اللي بره، يبقى شخصيتنا لا يمكن الحكم عليها بالشكل الظاهري أو السمعة فقط، يعني ممكن شكلك كويس بس أخلاقك مش كويسة، راكب عربية أحدث موديل بس أنت ما عندكش ضمير ولا اخلاق وممكن تبقى سارق او حرامي. اذا يبقى لازم ابقى عارف يا جماعه الشخصيه ليست مظاهر خارجيه ولكن ايضا مظاهر داخليه، وده اسمه تنظيم داخلي. طيب سؤالي يقول لي يطلق على النظريه الانسانيه القوه الثالثه لعلم النفس، وضح. النظريه الانسانيه هي القوه الثالثه لعلم النفس، وضح. يبقى عايز النظريه. طبعا عندنا النظريه الانسانيه بالظبط اللي هي تعتبر النظريه الثالثه عندنا، اللي هي بعد على طول نظريه التحليل النفسي ونظريه السلوكيه بتاعت واتسون. هي طبعا بنقول بتركز على ايه؟ على الطبيعه الانسانيه الخيره، حيث ترى أن الإنسان خير بطبعه وواعي لسلوكه، فترى أن السلوك دائما له هدف محدد. من رواد طبعا هذه النظرية إبراهام ماسلو، الذي ركز على بعض الموضوعات ذات الصبغة الإنسانية زي كده تحقيق الذات والإبداع وأيضا أهداف الحياة. طيب سؤال آخر ننتقل إليه، السؤال بيقول تتميز الشخصية الهستيرية بحب الذات والاهتمام بها، اعرض أهم صفاته. طبعا ده اللي بيحب نفسه او بيهتم بنفسه، ده اللي بيقف قدام المرايه بالثلاث اربع ساعات. البنات اللي بتقف قدام المرايه كتير بتحب الظهور قوي، مهتمه بنفسها جدا، عندها احساس معين، طبعا بيهتم ببعض الجوانب في حياته. عايز اقول لك الشخص دوت يا جماعه يعني عنده اهتمام شديد بنفسه بطريقه غير عاديه. واحده زائد عن اللزوم. ايه الجمال بتاعي ده؟ واحد يمسك عضلات جسمه يروح الجيم يومين ثلاثه مبسوط بنفسه؟ لا، انت شخص كده مش عادي، انت شخص يستير. طيب عنده طبعا توكل على الاخرين وايحاء وبيصدق الحاجه بسرعه. من ضمن الاسئله بقى الموضوع الثاني يا استاذ ايمن، يعد المكون الانفعالي، نخش على الاتجاهات والايه والقيم.
يعد المكون الانفعالي اكثر مكونات الاتجاه عرضه للتغيير. طبعا عندي العباره طبعا خطا. طبعا الطالب هنا لازم يتذكر ان عندي الجانب هنا الاتجاهات له ثلاث جوانب، جانب معرفي وانفعالي وجانب سلوكي. اصل بيتكلم عن ايه؟ عن الجانب الانفعالي. هل الجانب الانفعالي اكثر المكونات عرضه للتغيير؟ طبعا لا، العباره خطا، ده هو اقلها عرضه للتغيير. ممكن يتغير اه، ولكنها اقلها عرضه. شيء طبعا المشاعر الفرد وانفعالاته نحو موضوع معين. فالاتجاهات تتضمن شحنات انفعاليه تجعل هذا المكون هو اكثر المكونات عرضه للثبات وعدم التغيير. لكن عندنا المثال اللي يوضح كل حاجه، بنقول قد يتعرض الاشخاص لحقائق جديده تناقض معتقداتهم الا ان اتجاههم لا يتغير بسبب الشحنات الانفعاليه. نخلي بالنا الاتجاه ممكن الانسان يغير سيستمه، ولكن بنقول مش بالسهوله الانسان يغير، الاتجاه يتسم بالثبات النسبي. ما انساش ان انا عندي مكونين تاني للاتجاه، مكون معرفي معرفي وسلوك. معرفي اللي هي معتقداتك وافكارك حوالين موضوع معين، تمام، والسلوك اللي هو سلوكك وافعالك، القيام او عدم القيام بفعل معين. ويمكن في حلقه ليله الامتحان فضل الله قلنا السؤال ده يا استاذ ايمن، وقلت ممكن يجي بشكل تاني وجه زي ما احنا قلنا. تمام. قلت ممكن يجي لك نقطه يقول لك ده مكون ايه؟ يعني شعور الفرد بيضيق عند ازدحام المرور، مكون معرفي. تقول لي لا غلط، ده مكون انفعالي. طيب قيامك بعدم التدخين او امتناعك عن التدخين يعتبر مكون سلوكي. معرفي. اقول له لا ده سلوكي. أوه. يبقى ممكن يجيب لي جمله عشان يقول لي ده اني مكون من الانفعال. تمام. من الاتجاه. طيب تشكل الخصال الوراثية للفرد اسلوب تفاعله مع الخبرات والاحداث. تشكل الخصال، الخصال يعني الصفات الوراثية للفرد اسلوب تفاعله مع الخبرات والاحداث. صحيح. اخر حتة في درس القيم. الحتة الاخيرة دي. واحنا قلنا الحتة دي يا استاذ ايمن اللي احنا بنتكلم فيها بتقول ايه؟ بيقول لك انت حسب صفاتك بتحدد دلالات الاشياء والاشخاص. بالظبط. الاسرة هي اللي بتربيك على كده، بتحدد ما هو ملائم وما هو غير ملائم. سماتك العقلية والوراثية زي ذكائك وخبراتك بتأثر عليك وتحديد القيم المناسبة. ما هي خبراتك مع الاحداث؟ كل واحد ليه نص قرم القيم. يعني انا لو ليله الامتحان بحط عندي المذاكره رقم واحد، لو انا في الرياضه يبقى عندي الرياضه رقم واحد. اذا يبقى مين اللي بيشكل هرم القيم بتاعك؟ الصفات اللي انت مولود بيها مع خبراتك الاجتماعيه. تمام. سؤال طبعا استاذ ايمن يقول لي لدراسه الاتجاهات النفسيه اهميه كبيره في حياتنا. اهميه دراسه الاتجاهات. اتفضل. طبعا اول اهميه بنقول هي ايه؟ اول ذره ثبات نسبي. اول خلي بالنا اول سمه ثبات نسبي. فالاتجاه طبعا اللي قال الكلام ده واحد اسمه هيربرت في علم النفس الاجتماعي. بالظبط. ادي اول سمه ثبات نسبي، يعني ممكن الانسان يغير اتجاهاته ولكن مش بشكل سهل. متعلمه ومكتسبه في الامتحان. لو قال الاتجاهات وراثيه او فطريه طبعا العباره خطا، دي متعلمه ومكتسبه ويمكن تغيير. امكانيه التنبؤ باستجابه الفرد لبعض المواقف. تحدد الطريقه التي يستجيب بها الافراد للمواقف التي يمرون بها. فالاتجاهات بتحدد الصله بين قيم المجتمع وتوجهات الافراد. سؤال، تعد الاتجاهات بناء معرفي افتراضي، صح ام خطا مع التعليق؟ طبعا صح، لان دي مقدمه الاتجاه، هو بيعكس ارائك ومعتقداتك وافكارك، عشان كده احنا بندرسه لان ده بيأثر على سلوكك وازاي نقاومه او ازاي نغير اتجاهك. ما انساش اعرف مع الاتجاه تركيب عقلي نفسي احداثاته الخبره يتسم بالثبات والاستقرار النسبي، يواجه السلوك مع او ضد موقف او عنصر من عناصر البيئه، زي اتجاه من عمل المراه، اتجاه من التدخين وهكذا. وقلنا مكوناته الثلاثه. طيب سؤالي يا استاذ ايمن، القيم اقل عموميه من الاتجاهات. القيم اقل عموميه من الاتجاه، العباره طبعا دي العباره خطا، لان القيم هي اكثر عموميه من الاتجاهات. طب لا، قبل في الاول الاتجاه اقل عموميه، طبعا العباره تكون ايه؟ العباره صح. السؤال قدامنا بيقول القيم اقل عموميه، لا القيم عندي اكثر عموميه. طب ممكن يجي السؤال ده يجيلي بشكل تاني يقول لي قارن بين او ميز بين الاتجاهات وبين القيم. هنا طبعا عايز في السؤال بتاعنا خصائص او سمات القيم. اول سمه عندنا القيم اكثر عموميه وتجريدا وشمولا من الاتجاهات، ده كان رأس السؤال. القيم اكثر ثباتا من الاتجاهات، ممكن تتغير برضه ولكن من صعوبه جدا، لكن ممكن تتغير. واقل قابليه للتغيير منها طبعا من الاتجاهات. القيم اكثر ايجابيه، في حين قد تكون الاتجاهات سلبيه. مثال قدامنا موقف الفرد من دراسه علم النفس بيحدد اتجاهه نحو هذا العلم. اما موقف الفرد من اثر علم النفس في تطوير المجتمع فيحدده قيمة هذا العلم في المجتمع. طيب السؤال بيقول القيم نتاج لعمليات التعلم. طبعا صح، لان يكتسبها الانسان عن طريق الملاحظه والتقليد، يبقى هي جايه من الناحيه الاجتماعيه،
والناس حديث السن بيتعلموا من ابائهم كثير من سلوكيات وتعلموا القيم الاخلاقيه بنكتسبها من خلال تعلم الشرطي الثواب والعقاب على شيء معين. لما بيساب على شيء او بيتعاقب على شيء طبعا بيبقى فيه تعزيز موجب وسالب بيأثر على تعليم القيم. لما باخد ثواب على حاجه بعرف ان دي قيمه كويسه اكررها، بتعاقب على حاجه بعرف ان دي قيمه لا اخلاقيه او حاجه وحشه ما بعملهاش. طيب نخش على موضوع تاني يا استاذ ايمن، اخر موضوعين. الشخص المحبط مسؤول احيانا عن اسباب احباطه. اكد سيرك العباره احيانا ان انا سبب احباطي النفسي ازاي، عوامل خاصه. اه يبقى نتكلم عن ايه؟ الجزء الخاص بالانسان اللي ممكن يكون هو سبب في احباطه. زي كده قدامنا ايه؟ وجود قصور في الفرد نفسه او نقص خصائص نفسيه معينه كالقدره على التحكم في النفس او نقص الامكانيات التي تساعد الفرد في تحقيق اهدافه او اهداف معينه. فليس كل شخص يمكنه ان يصبح موسيقيا لمجرد انه بس عايز يكون ذلك. طبعا ده حاجات خاصه بالفرد كون بتجعل منه احيانا محبط او يجيله احباط. طيب ننتقل لسؤال اخر. السؤال بيقول حدد نوع الصراع المناسب في المواقف الاتيه. حدد طبعا نوع الصراع المناسب. ممكن يجي لي المثال احنا شارحين لك بس انت تبقى فاهم. يا جماعه احنا اقدام اقدام حاجتين حلوين بختار ما بينهم بس كده، يعني شغلانتين حلوين مش عارف اختار مين، يبقى ده تردد وده يعتبر ايسر انواع الصراع، ما بياخدش وقت منك طويل. النوع الثاني صراع احجام احجام، اتنين وحشين سيئين هدفين كلاهما مر بس لابد نختار احدهم، واحد متجوز جواز فاشل ولو حصل انفصال هيحصل تشتت الابناء، ده وحش وده وحش وده اصعب انواع الصراع في الحسم، ما باخدش فيه قرار بسهوله. النوع الثالث اقدام احجام، حاجه ميزه وعيب، عندي شغلانه حلوه بس خارج الوطن فهتغرب دي عيب، بس في ميزه ان الشغلانه كويسه ومرتبها كويس، اذا يبقى ميزه وعيب يبقى ده اسمه اقدام احجام. يبقى انت فهمت التلاته بقى، حاجتين حلوين اقدام اقدام، حاجتين وحشين احجام احجام، حاجه ايجابيه وسلبيه يبقى اقدام احجام، يبقى فيها ميزه وعيب. مين ايسر انواع الصراع؟ الاقدام الاقدام ده السهل، حاجتين حلوين اختار واحده وخلاص. طب مين اصعب انواع الصراع مش هختار منه بسرعه؟ احجام احجام، الاثنين وحشين فالاثنين وحشين فهختارهم بصعوبه. اما بقى في واحد وسط في اسمه اقدام احجام. سؤال تاني يا استاذ ايمن، الخوف والقلق حالتان متميزتان تصيبان الفرد بالتوتر، حلل اللي هو الفرق بين الخوف وايه والقلق. تمام، اول حاجه نقول ان الخوف طبعا شعوري وله مصدر خارجي، اسبابه معروف زي الخوف حيوانات، خوف من الضلمه، خوف من طبيب الاسنان، ده واضح سواء واضح وباين وايضا يكون في الغالب خارجي وده شعوري. اما القلق لا شعوري وداخلي، اسبابه غالبا بتكون غير واضحه بتوقع الفرد فيها للمصائب كالموت او المرض دون ان يكون هناك سبب موضوعي. طيب سؤال الثاني بيقول حلل مستويات القلق وعلاقته بالاداء. طبعا القلق ثلاث انواع او ثلاث مستويات، قلق معتدل منخفض متوسط. خلينا في المعتدل الاول، ده دافعي ميسر صحي، ده القلق الطبيعي يساعدك على تحقيق اهدافك وانجازك وحل مشكلتك. اما النوع الثاني قلق منخفض يؤدي الى شعور باللامبالاه والكسل وعدم الرغبه في الانجاز. القلق الثالث المرتفع قوي يؤدي الى فقدان القدره على التركيز وعدم القدره على البت في الامور وخفض الوظائف والعصبيه والاستثاره. يعني عايزين نقول خير امور الايه؟ الوسط. بارد ده اسمه منخفض مش حلو. عصبي قوي هتتوتر برضو مش حلو. المعتدل ده اللي توصل للي انت عايزه. تمام. هناك عديد سؤال، هناك العديد من العوامل التي تعتمد عليها نتائج الاحباط والصراع. اكد سيرك العباره، ممكن يجي لي واحد منهم وسايم بالظبط في عوامل. طبعا احنا قلنا بعد الاحباط والصراع يجي لي توتر يجي لي قلق. طب امتى توترك يبقى عالي او ضيقك يبقى عالي او واطي؟ حسب بعض العوامل بالزبط. هي دي العوامل. واحد، اول عامل عندنا نوع العائق. قلت توقف نتائج الاحباط والصراع على نوع العائق الذي تعرض له الفرد. مثال عندنا، طريقة استجابتك لصراع خلقي كالغش في الامتحان تختلف عن الاستجابة لعائق اقتصادي كنقص الدخل حين يبحث المرء عن عمل إضافي لزيادة دخله. طب الخبرة السلبية بقى، طب أو السابقة، هنا بتؤثر خبرة الفرد السابقة في التعامل مع مواقف الإحباط والصراع في تحديد نمط استجابته في المواقف الحاضرة من زي خبرات الفشل السابق بتؤدي إلى مزيد من القلق، أما خبرات النجاح بتؤدي إلى الثقة بالنفس عند مواجهة المواقف الراهن. طيب تفسير الشخص بقى للموقف نفسه بقى استاذ تامر، لو كلمنا فيه هنقول ايه؟ ما انا حسب تفسير الشخص الموقف، لو انا فسرته بهدده العائق ده بيهدد لي او بيهدد او نظرتي لنفسي متدنيه، لا يعني انا شفت الامتحان اللي فات معلش، يعني الناس اللي بتتابعنا بالتاكيد لم يوفق الامتحان اللي فات، شايف ان ده عائق ممكن اتخلص منه، انا باصص لنفسي اللي انا كويس بس ربنا ما وفقنيش، اذا يبقى العائق ده هيبقى بسيط واحوله تاني. يبقى دي النقطه اللي فاتت. طب عندي نوع تاني برضو اللي هي بتاعه طبيعه الدافع، لو دافع اولي غير دافع ثانوي طبعا حاجه ضروريه محتاجها ومش عارف اوصل لها هيجي لي احباط وتوتر
زياده. طب لو حاجه سنويه لبس طقم كوتش عايز اجيبه حاجه سنويه يبقى مش هعمله شويه. امكانيه اشباع الدوافع، لو انا عندي امكانيه ان انا اشبعه باكتر من طريقه تمام. يعني انا دلوقتي انا عايز اروح بيتنا بس الطريق ده واقف، بس في طريق تاني بيودينا لبيتنا ابعد شويه توتره هيبقى قليل. لكن لو ما فيش الا الطريق دوت والطريق ده زحمه او في مشكله وانا واقف هتوتر زياده. اذا يبقى عندي حسب الامكانيه. دي عوامل بتاثر على نتائج الاحباط والصراع. نخش على اخر موضوع في علم النفس وناخد جزء في علم اجتماع تمام. وطبعا الزملاء هيكملوا بكره ان شاء الله يا جماعه من 3 ل 5 بكره، استاذ وسيم المقربي واستاذ محمد حماد هيشتغلوا معاكم بكره برضو من 3 ل 5 نتابع الحلقه. طيب تتعدد الطرق المباشره والحاسمه لحل الاحباط والصراع. ما انساش اقول لطلابنا اخر درس يا جماعه الطرق المباشره والغير مباشره لاحباط والصراع جاي منها سؤالين ان شاء الله، فكلها تتذكر 100%، حته صغيره وسهله كلها تتذكر، اللي هي الحيل والاساليب المباشره لمواجهه الاحباط. تمام. طب قول لي سؤال هنا سؤال هنا في الغالب يعني قول لي الاساليب المباشره ازاي اتخلص من الاحباط والصراع بشكل حاسم يا استاذ ايمن. طبعا هي بنقول عندنا في المنهج في اساليب مباشره. اول حاجه عندنا ايه؟ الانسان يعمل مجهود، لازم ابذل مجهود. بذل المجهود يعمل ايه؟ بيحل الصراع اللي جوايا او القلق اللي جوايا او الاحباط اللي عندي. او ممكن حاجه ثانيه، ممكن اغير الطريقه، كنت بعمل مثلا بذاكر بالليل مش نافعه، اغير اذاكر الصبح او العكس، يبقى غيرت هنا ايه؟ الطريقه. او ممكن اغير الهدف نفسه ده رقم 3 بس ده الهدف بغيره. يبقى اصبح عندي هنا ايه كذا طريقه، او ممكن اخر بقى طريقه استخدم الاسلوب السليم لحل المشكلات اللي هو بنسميه الاسلوب المنطقي لحل المشكلات عشان ما اقعش في سبب المشكله واحط الفروض واحلها. يبقى دي الاربع اساليب المباشره. طيب نخش على اسئله تانية، الاساليب الغير مباشره. ممكن يجي لي المثال واحنا نكتب الايه الحيل تمام. يعني لما يقول لي شعور التاجر بالرضا رغم خسارته وافلاسه، اقول له دي اسمها ايه؟ انكار. حله دفاعيه لا شعوريه. ما انساش ان اي حله دفاعيه اسمها حله دفاعيه لا شعوريه لمواجهه الاحباط والصراع او التقليل من تاثير الاحباط والصراع. ما بتحلش الاحباط والصراع بس بتقلل. طب لما يقول لي موظف لازم يغضبه رئيسه فينقل غضبه على زوجته اولاده، الرئيس كده بينقل ازاحه، يبقى ازاحه او تمام. طب استبعاد الطفل مشاعر عدوانيه تجاه ابيه عندما يعنفه بشده. طبعا اللي عندنا بقى نخلي بالنا ايه الكبت اللي بيشيل جواه. فشل الفرد في التعليم فيتجه في التوفيق في لعبه رياضيه معينه، يعوض تعويض. طيب الطالب الذي يعلل فشله في الامتحان بسبب مرضه الغير حقيقي بيبرر تبرير. تمام. في اسئله تانية عندك؟ في وصفك لشخص طيب. انه يكرهك لشخص انه يكرهك لانك الذي تكرهه، يبقى انت بترمي اللي في يبقى اسقاط. عودة الطفل إلى التبول لا إرادة لجذب انتباه والديه، عودة يعني النقوص. المدرس الذي يغضب على طلابه في المدرسة بسبب مشاكله الأسرية، نفس اللي أولاد جيغة عمل برضو إحلال أو نقص. الطالب الذي يرسى في الامتحان فيصف شعوره بالسعادة، انكار. طبعا ده ينكر. طيب ما انساش يا جماعة أن أنا عندي حاجتين عكس بعض، إيه هما أستاذ أيمن؟ عندنا التقمص والاسقاط. التقمص اخد الصفات الحلوه اللي في استاذ ايمن اقول دي موجوده فيا، ده اسمه بتقمص دور استاذ ايمن. طب عكسها الاسقاط، اخد الصفات الوحشه اللي فيا ارميها لاستاذ ايمن. بالزبط. يبقى انا كده لو خدت الحاجه الحلوه اللي فيك فيا دي اسمها تقمص، بتقمص دورك. طب لو انا فيا صفات وحشه برميها في اللي قدامي يبقى اسمها اسقاط. يبقى عندي حالتين عكس بعض، تقمص او توحد واسقاط. تمام. طيب نخش على بعض الاسئله بقى اللي في علم الاجتماع يا استاذ ايمن. احنا كده خدنا الحيل كلها دي كويسه بس خدناها بشكل مثال الاول. النظريه البنائيه الوظيفيه استخدمت بعده معاني، اعرف في ضوء ما درس علم الاجتماع بقى يا جماعه. النظريه البنائيه الوظيفيه استخدمت بعده معاني، اعرف في ضوء ما درس عندي كم معنى؟ عندنا طبعا ثلاث معاني. اتفضل. لو ثلاث تعريفات، اول تعريف عندنا بنقول السهم الذي يقدمه الجزء للكل، قد يكون المجتمع او الثقافه. طبعا اللي عرف التعريف ده كان دورقايم او ايضا براون ومانيفست. التعريف الثاني، الاسهام الذي تقدمه الجماعه الاعضاء، او الاسهام الذي يقدمه المجتمع الكبير للجماعات الصغيره التي يضمها. التعريف الثالث هي دراسه الظواهر الاجتماعيه بوصفها عمليات او اثار لابنيه اجتماعيه زي كده عندي ايه انساق الطبقه. طيب سؤال بيقول حدد الافتراضات التي قامت عليها النظريه البنائيه الوظيفيه. حل المجتمع التاريخي نوجد ان هو اجزاء متداخله ومتناسقه، علاقه السبب والنتيجه متكرره، كل ما السبب بيجي النتيجه بتتكرر. الانساق الاجتماعي في حاله توازن ديناميكي لان بيحصل تكيف داخل النسق. وقلنا التكامل التام لا يمكن حدوثه لان كل نسق له انحرافاته. قلنا التغير الاجتماعي عمليه تفوقيه بطيئه في الاساس. وقلنا اخر حاجه اي تغير بيحصل في المجتمع نتيجه تغيرات اما من خارج النسق او داخل زي الاختراعات والابتكارات او الثورات. يقول لك سؤال، اعرض عناصر بناء النظرية في علم الاجتماع، عناصر بناء
النظريه عشان اعمل نظريه لازم ليها شويه عناصر بالظبط. والعصر ده قدامنا على الشاشه زي ما هي كده من غير شرح. من غير شرح عندنا في الملك بتاعنا. اول حاجه الشكل الاساسي، التصورات الاساسيه، الاحكام، بديهيات، قضايا، فروض، التعريفات اجرائيه ابتداء من الفروض والمتغيرات والاشتراط. خمسه عندنا المنهج المستخدم لاختبار العلاقات بين الفروض، سته تحليل البيانات، سبعه تفسير النتائج، ثمانيه تقييم بناء النظريه في ضوء تحليل البيانات وتفسيرها. سؤال اخر، تبدا الحياه الاجتماعيه بفعل اجتماعي لشخص يعقبه رد فعل من شخص اخر. حلل العبارة. طبعا دي مقدمة التفاعل الاجتماعي، تبدأ بفعل يظهر عن شخص يعقوب رد فعل من شخص آخر، يبقى اللي حصل بيني وبينه تفاعل اجتماعي. أكد ابن خلدون على أن التفاعل الإنساني والاجتماعي الإنساني ضروري، والأفراد لا يعيشون منعزلين عن بعضهم البعض. الحالة الاجتماعية وأي جماعة تقوم على التفاعل بين أفرادها، تقدم المجتمع أو تخلفه يقوم على التفاعل بين أفراده. يعني كلمة تفاعل السلوك المتبادل بين أفراد أو جماعات في المواقف والمناسبات المختلفة. دي مقدمة التفاعل بمعنى. طب لما يقول التفاعل أهمية كبيرة في حياة الفرد والجماعة والمجتمع أستاذ أيمن، يبقى هنا عايز أهمية التفاعل بالزبط. خلي بالي يا جماعة، بالله عليكم ركزوا معانا، درس التفاعل ودرس العلاقات الاجتماعية الاتنين مهمين قوي. التفاعل والعلاقات على فكرة كلهم ست أسئلة جاي منهم اتنين، كلهم ست أسئلة وإجاباتهم صغيرة. يبقى التفاعل والعلاقات اضمن منهم ست درجات، حطهم في جيبك كده إن شاء الله. أهمية التفاعل إيه يا سيد؟ أول حاجة عندنا هو مهم جدا التفاعل في إشباع حاجات الأفراد، دي أول حاجة. الحاجة التانية، التفاعل ضروري لاستمرار أي جماعة الإنسان بينتمي إليها، زي جماعة الأسرة، المدرسة، النادي، إلى آخره، وبقائه له نتائج إيجابية على شخصية الفرد في مختلف طبعا مراحل حياته. آخر حاجة في الأهمية، التفاعل الذي يتم وفق قوانين وقيم متفق عليها. معلش اقف هنا يا استاذ ايمن، حضرتك قلت ايه؟ التفاعل الذي يتم على ايه؟ وفق قوانين وقيم متفق عليه. طب لما يقول لك نقط يتم وفق قوانين وقيم متفق عليها، ويديني اربع اختيارات، تفاعل ولا علاقات ولا عمليات، اختار كلمه. طبعا التفاعل على طول يتم قوانين متفق عليها، يعني حاجات بنعملها زي بعض. تمام، يبقى تفاعل اجتماعي. طبعا بيقول بقى التفاعل بيعمل ايه؟ بيقوي الروابط وتماسك ايضا المجتمع. طيب السؤال الاخر بيقول الصلة بين الفرد والمجتمع أساسية. طب لو اداني اختيارات، الصلة بين الفرد والمجتمع نقط، أساسية، فرعية، مش عارف. طبعا اختار كلمة أساسية يعني مهمة. الفرد يبقى العبارة صحيح. طبعا دي مقدمة العلاقات. الفرد يحتاج المجتمع والمجتمع يحتاج لأفراده. وادام احنا عايشين مع بعض يبقى لازم يحدث بيننا تفاعل. وهذا التفاعل ينتج عنه العلاقات الاجتماعية. يبقى مين بيجي بعد مين يا شباب؟ التفاعل يجي الأول والعلاقات تيجي وراه. أقول لأستاذ أيمن سلام عليكم وعليكم السلام، ده تفاعل. أقعد معاه وصاحبه ويصاحبني وآخد رقم تليفونه، علاقة بين علاقة صداقة. يبقى التفاعل يجي الأول والعلاقة وراها، وده الغالب طبعا. معنى العلاقات السلوك الذي يظهر عن مجموعة من الناس، بحيث كل فعل من الأفعال أخذ في اعتباره المعاني التي ينطوي عليها أفعال الآخرين. طيب يقول لي تكمن أهمية العلاقات في جانبين، هل العلاقات الاجتماعية مهمة في جانبين بس أو سائمة ولا ثلاثة؟ طبعا. يبقى العبارة عندي طبعا عبارة خطأ، من عندي جانب اجتماعي وجانب أيضا أخلاقي وجانب نفسي. أول عندي حاجة بنقول الجانب الاجتماعي تهدف لاندماج الفرد مع الجماعة والتكيف معها، دي العلاقات طبعا بتؤدي لذلك. الجانب الأخلاقي تهدف إلى تأكيد مبادئ اجتماعية عامة بتقوم على احترام حرية الفرد وتقدير القيم الاجتماعية. الجانب طبعا النفسي تهدف العلاقات لتحقيق الشعور بالأمن والانتماء والارتباط بالآخرين. سؤال آخر، يتميز التفاعل الاجتماعي بتعدد أنواعه، أكد صدق العبارة. سهل قوي يا جماعة، وانتوا عارفينه من أول السنة، مباشر زي أفراد الأسرة، غير مباشر زي أعضاء شركة، فردي بين شخصين، جماعي بين جماعتين أو دول أو عدة دول، دائم زي أفراد الأسرة، مؤقت زي البائع مع المشتري. طيب عندي تفاعل بناء زي التعاون، يقوم على التعاون، تفاعل هدام يحل صراع محل التعاون. تمام. تفاعل تلقائي زي إلقاء التحية، تفاعل عرضي زي إنقاذ شخص ما في حادثة. أنواع التفاعلات. تمام. تتعدد العوامل المؤثرة في التعاون يا أستاذ أيمن، دلل عوامل مؤدية للتعاون. هنا واحد على العوامل، أول عامل العامل البيئي. ليه؟ البيئة الخارجية بتدعونا غصب عن لازم نتعاون، لازم نتعاون عشان نقضي على بعض الحاجات. العامل العقائدي أو الروحي، فالتعاون عملية اجتماعية ترجع العقيدة السليمة، أي إنسان عنده عقيدة سليمة بتقول لازم تتعاون مع الآخر. آخر حاجة العامل النفسي، كان الإنسان أناني بعض الأحيان لكن برضه هو غيري في حين أخرى، لازم يتعاون مع الآخر. للتعاون الاجتماعي أهمية بالنسبة للفرد والجماعة والمجتمع. دلل التعاون ما قالش التفاعل، خلي بالك التفاعل برضو كان ليه أهمية للفرد والجماعة،
والتعاون ليه أهمية للفرد والجماعة والمجتمع. الفرد بيشعر بالأمان، بيحقق ذاته، بيكتسب محبة الآخرين وتقديرهم ليه. طب التعاون هيفيدني إيه أنا والجماعة اللي أنا فيها؟ يحقق التماسك الجماعة، يساعد على تحقيق أهدافها واستقرارها وتماسكها. طب للمجتمع، تماسك المجتمع واستقراره ووحدته وكيانه وتحقيق أهدافه. إذن يبقى التعاون مهم ليا كفرد، للجماعة اللي أنا شغال معهم، للمجتمع اللي كلنا عايشين فيه. يعد التنافس الاجتماعي سلاح ذو حدين. برهن التنافس سلاح ذو حدين. برهن هنا بيتكلم بقى عن ايه؟ عن انواع التنافس. عندي التنافس هنا ممكن يكون تنافس سلبي او ايجابي، او تنافس مضر او تنافس نافع. اول حاجه التنافس المفيد قدامنا اللي هو الايجابي، تكون عمليه التنافس بين الافراد مفيده او ايجابيه ما دامت ذات هدف واحد يخدم الجماعه. طالما انت كنت تنافس عن ايه؟ عن ميل الانسان الى مقارنه نفسه بغيره وتطلعه نحو الافضل والاحسن، وهو ميل اصيل في الانسان. اما التنافس بقى المضر او السلبي، بمعنى اذا اتجه التنافس نحو تحقيق اهداف فرديه تتعارض مع اهداف الجماعه ودون التزام بقوانينها، طبعا ده بيؤدي لايه؟ الحاله دي يصبح التنافس عمليه مفرقه ومنبع للشقاق والعداوه والتفرقه. سؤال يا استاذ ايمن، مين بيجي الاول، تنافس ولا تعاون؟ هنقول هنا دايما ايه؟ التنافس تعاون. بيؤدي او التعاون بيؤدي الى التنافس. نخلي بالنا، يبقى التنافس يتولد عن التعاون. وانا وانت شغالين مع بعض ممكن نبدا نتنافس بعد التعاون. تمام. وطبعا لو بين قوتين متعادلتين يبقى التنافس يقوم بوظيفته. لكن لو واحد قوي واحد ضعيف، التنافس مش هيقوم بوظيفته، لان الضعيف يقود المجتمع الانسان. تمام. التكيف يا استاذ ايمن، التكيف الاجتماعي يقلل من الصراع النفسي للفرد. طبعا برهن. يقلل من الصراع النفسي. برهن يعني اديني مثال تطبيق الانسان، لان التكيف يعني بتاقلم، بتطبع مع البيئه اللي انا فيها. طب اديني مثال، عندما ينتقل الانسان من بيئه الى بيئه اخرى مختلفه عنه في الثقافه، مصر يهاجر امريكا، كندا، استراليا، الثقافه مختلفه، بيبدا يبقى عنده صراع داخلي، امشي ورا القديم ولا الجديد؟ يجي هنا التكيف، يكتسب جزء من الثقافه الجديده مع الثقافه القديمه. يبقى التكيف بيقلل من صراعك النفسي. تصدر الظاهر الاجتماعي بوحي من العقل الجمعي. طبعا دي نقطة تلقائية. العبارة صح؟ العبارة طبعا صحيح. بيتكلم عن ايه؟ عن التلقائية. تلقائية معنى ايه؟ بتنشأ كلما اجتمع الظاهر الاجتماعية وتربطت مصالحهم واتحدت رغباتهم. جميل. وليست من صنع فرد او مجموعة من الافراد، ولكنها من صنع المجتمع ككل، اللي بنسميه عندنا العقل الجمعي، بيمارسها كل الافراد دون طرد. زي عندي ايه؟ المعتقدات او اللغة. طب ممكن السؤال يجي لي بقى في جزئية تانية في خصائص الظاهرة الاجتماعية، يقول لي شائية الظاهرة الاجتماعية تعني أنها نابعة من ذواتنا. العبارة غلط، خارجة عن ذواتنا، لا تولد بمولد الفرد ولا تفنى بفنائه، زي اللغة ما بتتولدش معايا ولا بتموت معايا. طب يجي لي سؤال تاني، يصعب تكرار وإحصاء الظاهرة الاجتماعية. طبعا العبارة خطأ، لأنها عمومية ومنتشرة، عامة ومنتشرة، ويتم تكرار. جميل. يتم طبعا تكرارها، ولذلك يمكن إحصائها ومقارنتها بغيرها ودراستها. تمام. زي الأسرة. طب تتسم الظاهرة الاجتماعية بالثبات المطلق. طبعا هي نسبية متغيرة، ليست ثابتة زي العلوم الطبيعية. زي شكل الزواج يختلف من مجتمع لآخر، ومن ديانة الأخرى، ومن زمن لآخر. تمام. طب يقول لي سؤال يا أستاذ أيمن، تعبر الظاهرة الاجتماعية عن مادة تراث المجتمع أو التراث التاريخي. تمام. العبارة عندي أنا طبعا صح، اللي بيتكلم عن إيه؟ إن الظاهرة الاجتماعية من ضمن سماتها أنها تاريخية، ينقلها إيه؟ الخلف عن السلف، وطبعا هي تركها الاجيال عن طريق المعتقدات وايضا عن طريق عادات التقاليد. زي شكل الملابس والمساكن. تمام. تميز سن معين او جماعه معينه او فتره معينه في تاريخ المجتمع. طب تعمل الظاهره الاجتماعيه منفصله عن بعضها البعض. طبعا العباره خطأ طبعا، مترابطه مع بعضها البعض، لا. تمام. يمكن دراستها منعزله ولا تعمل منفرده. تمام. يعني النظام الاقتصادي بيتاثر بالسياسي، والنظام الاقتصادي بيؤثر في الاسره. اذا يبقى الظاهره الاجتماعيه متداخله يا جماعه. تمام. اخر حاجه، الظاهره الاجتماعيه هي ضبط الاداه المجتمع، هل هي حريه ولا جبر والزام؟ لا، جبر والزام طبعا. يعني الفرد يخالفها ولا لا يخالفها؟ الفرد لا يخالفها، لان لو خالفها يتعرض للعقاب، لا اما المادي او المعنوي. تمام. سؤالتين، اساس الدراسه في علم الاجتماع، هيقول لك نقط، التفاعل ولا العلاقات ولا النظريه ولا الظاهره؟ طبعا قدامنا الجزار على الشاشه بالخط الاسود، واللي هي الظاهره طبعا الاجتماعيه، اساس الدراسه في علم ايه؟ الاجتماع. مقدمه الظاهره بتعريف دورقايم. بالظبط. تمام. طب نخش على موضوع جديد، يساعد علم الاجتماع على اقامه وحده فكريه شامله عن الانسان والمجتمع. العباره عندي صعبه صحيحه، دي مقدمه الدرس الاولاني في الباب الثاني. أيوة. اللي هي علاقه علم الاجتماع بالعلوم الاخرى. طبعا تمام. احنا قلنا في علوم كتير انسانيه. طبعا العلوم كثيره جدا، ولا يغني علم الاجتماع كدراسه شامله عن العلوم الاخرى. زي ما بتقول مثلا جزء الميه عندي، لا يغني عن الهيدروجين والاكسجين في الطبيعه،
زي كده بالضبط علم الاجتماع اذا كان هو علم اشمل او عام، لكن ايضا العلوم التانية تحتاج الى التخصص. يعني عايزين نقول كل علم بيدرس جزء معين في الانسان او المجتمع، بس علم الاجتماع اكثر شمولا، بيدرس كذا علاقه علم ببعض او كذا جانب من المجتمع، عشان كده مهم لتكوين وحده فكريه عن الانسان والمجتمع. طيب التفرقه بين علم الاجتماع وعلم التاريخ مهمه صعبه، صعبه ولا ليس من الصعب يا استاذ ايمن؟ طبعا بيقول لك صعبه العباره لا طبعا العباره خطا. الفرق بين علم التاريخ والاجتماع، التاريخ بيدرس مين أو زي من الحاضر ولا الماضي؟ لا طبعا الماضي طبعا شيء طبيعي، الطلبة عارف الكلام ده كله عن طريق الأحداث وأيضا المواقف والعمليات الملموسة. تمام، المؤرخ بيدرس العمليات التاريخية عشان يشوف العبرة منها أو يشوف الخصائص المشتركة لأي أحداث تاريخية. أما علم الاجتماع بيدرس الأنماط المتبادلة بيننا، وبيعتبر النظام مسلمة لأي دراسة، يعني أعرف نظام المجتمع قبل ما أعمل دراسة وأدرس الحروب والنزاعات، بس بدرسها بشكل اجتماعي. مش لازم الماضي فقط، وأدرس الحاضر كمان. طب العلم الذي يدرس الإنسان من خلال النظم الاجتماعية هو علم الأنثروبولوجيا، اللي هو دراسة الإنسان من خلال النظم الاجتماعية، وما انساش بيدرس العادات والتقاليد والجانب الفيزيكي الإنسان، يعني شكله وحجمه بالظبط المجتمعات البدائية. طب لما يقول لي سؤال يا سايمون، يهتم علم الأنثروبولوجيا بدراسة المجتمعات الكبيرة أو المنفتحة؟ العبارة العبارة خاطئة عندي. هو طبعا يبقى عايز المقارنة بين علم الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. تمام، ويمكن ظهر قدامنا عشان دلوقتي ناخدها مقارنة أنا وحضرتك يا سايمون. تمام، مين بيدرس الإنسان البدائي؟ الأنثروبولوجيا. طب مين بيدرس المجتمعات المتحضرة؟ المجتمع طبعا. مين اللي بيعمل دراسة شاملة عن الإنسان البدائي أو القرية؟ الأنثروبولوجيا. طب مين عايز يدرس دراسة جزء معين بعلاقتها بالباقي زي التعليم فقط؟ طبعا الاجتماع. طب مين بيعتمد على المنهج الكيفي الإحصائي؟ علم المنهج الكيفي الأنثروبولوجيا. طب مين اللي بيعتمد على الإحصائيات طبعا علم الاجتماع، لأنه بيعتمد على الجانب التجريبي. مين بيحاول يدرس العلاقات المتبادلة لجميع أنواع القبيلة؟ الأنثروبولوجيا. مين اللي بيعتمد على الإخباريين ويستعين بالناس الكبار اللي عايشة؟ الأنثروبولوجيا برضو. ده الفرق بينهم يا جماعة. يهتم علم النفس بالأثر الاجتماعي على الشخصية. علم النفس بالأثر الاجتماعي على الشخصية ده ينفع يا أستاذ أيمن؟ لا طبعا. يبقى العبارة العبارة خطأ طبعا. أقارن بين علم النفس وعلم وعلم الاجتماع. طيب تاني مع بعض. تمام. مين بيدرس المشاكل الفردية؟ ده علم النفس. مين بيدرس المشكلات الاجتماعية؟ علم اجتماع. طب مين يقدم حلول على المستوى الفردي؟ علم النفس. يقدم حلول على المستوى الاجتماعي؟ اجتماع. ده الفرق بينهم يا جماعة. اللي بيدرس الشخصية والأعصاب علم النفس. طب اللي بيدرس الجانب الاجتماعي على شخصيتك وأنت في وسط المجتمع؟ ده مجتمع. علم اجتماع. اعرض الرؤى المتعلقة بالثقافة في ضوء ما درست. أنا عندي كام رؤية للثقافة زي ثلاثة عندي. اتفضل. أول حاجة عندي الثقافة كبناء من المعرفة، هي عبارة عن تلاقم المعلومات عبر الأجيال. الثقافة كبناء من المفاهيم الأساسية، يفهم من خلال الأشخاص العالم الذي يعيشون فيه. طب الثقافة بقى كبناء من مفاهيم مترابطة، قال لك مع الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص. طيب سؤال بيقول لي الثقافة شكلان أساسيان، حددهما. طبعا مادية وغير مادية. مادية زي الأدوات، ودي تتسم بالتراكمية بنورثها. غير مادية لا تتسم بالتراكمية، ودي زي الفنون والأداب والإيه والأفكار. تمام. عناصر ثقافة المجتمع المصري طبعا عندي ثلاثة، وعلى فكرة ده عناصر كل أي مجتمع، عموميات خصوصيات وأيضا متغيرات بديلة. طب حاجات عامة أستاذ أيمن زي التحية واللبس العام واللي بيتميز ثقافتك عن غيرك، دي خاصة ولا عامة؟ دي عموميات طبعا. طب لبس أهل النوبة أو القضاء أو المحامين دي خصوصيات، أسماء العمل خصوصيات والمجتمع عنده علم بيها بالظبط. طيب المتغيرات البديلة، أوقات اختراعات تخش عندك تقبلها وتبقى جزء من ثقافتك، وأحيانا أنت بترفضها وتظل ثقافتك كما هي، دي اسمها متغيرة. تمام. طب اذكر ثلاثة من خصائص الثقافة. طب ده هنا بيقول لي طيب الامتحان ثلاثة، أنا عندي كذا صفة. أول حاجة عندي الثقافة عملية إنسانية طبعا خاصة بالإنسان دون سواه. الثقافة عملية اجتماعية مكتسبة، يعني هي ليست فطرة إنسان لا مجتمع بلا طبعا ثقافة ولا ثقافة بلا مجتمع. طيب الثقافة عملية متغيرة في الغالب نحو إيه؟ الأفضل. طب بتتغير ببطء في المجتمعات المنغلقة أو البسيطة، وأسرع في المجتمعات المتقدمة ومتطورة. تمام. طب تتعدد أنواع المشاركة في العمل التطوعي، احنا عندنا كم نوع المشاركة؟ عندي طبعا هنا ثلاثة. لو عملت دعاية بالكلام والإعلانات دي اسمها عمل تطوعي مشاركة ايه؟ شغل معنوية كده هو. طب لو رحت تصدقت بجزء من المال دي مشاركة مادية. طب لو رحت بوقتي ومجهودي اصبح مشاركة ان هو عضوية. تمام. العمل التطوعي قيمة للفرد والمجتمع، دل على ذلك بالأمثلة. طبعا بيبرز دور الجمعيات الأهلية. تمام. بيرسخ في نفوس الشباب التوازن بين الناحية، بيأدي سوسيولوجية النظم الاجتماعية. ممكن تجيلي النقطة دي لوحدها. تمام. طب العمل التطوعي شكلين اساسيين،
خلي بالك بس ساعات بيحصل لخبطه بين ده وبين اشكال العمل التطوعي. اشكال العمل المشاركه نفسه. اه انواع المشاركه، انواع المشاركه غير اشكاله يا جماعه. بالظبط، احنا قلنا انا بشارك بكم نوع، اما بالمجهود او بالكلام او بالفلوس. تمام. طب نوعين العمل التطوعي، مقصود وغير. غير مقصود. الغير مقصود بنقول عليه سلوك تطوعي. طب المقصود ده فعل، فعل تطوعي. تمام. لو انا انقذت شخص بحادثه وانا نازل رايح شغل، يبقى ده اسمه ايه؟ عمل غير مقصود. انا ما كنتش اقصد. طب لو انا قاصد اروح جمعيه خيريه واشارك فيها واشيل معاهم واعمل معاهم، يبقى اصبحت انا نازل وهو قاصد، يعني بفعل فعلا اصبح عمل تطوعي مقصود. تمام. تمام. طبعا لو قالك دليل بامثله عمل تطوعي داخل مدرسه وخارج المدرسه، احنا قلنا داخل مدرسه بس اشجار، تزيين، عمل فصول. خارج المدرسه زور دور العباده المسنين. حدد ديفيدسون رؤيتين لتوضيح العلاقه بين القيم الثقافيه والعمل الحر، اللي هي شرح السمات النفسيه الكليه لعمليه مين او سليمان شرف. اللي عنده عمليه الشراكه مع غيره يبقى عنده فرصه العمل الحر اكتر على المستوى الفردي وعلى المستوى كل المجتمع يتوجه نحو كده. والشرعيه الاجتماعيه، ايا كان العمل الحر اللي انت عايزه المجتمع بيأثر على شرعيته. يتمتع صاحب العمل الحر بالعديد من المزايا زي ايه يا استاذ ايمن؟ ده مثلا عندنا بينفذ حلمه ويعمل ما يجب، ايضا يصبح ما يجب حبه، يصبح صانع قراره، ايضا ينظم ساعات العمل بنفسه، وهنا بنقول يستطيع اداره العمل من المنزل، يعطيه العمل الحر الثقه بالذات، يجد المتعه في ان يكون مسؤولا عن عمله. ممكن الطالب يكتب الستة ولا تكتب الستة، طبعا هم سهلين جدا. ده بالنسبه للسؤال بتاعنا. طيب، طبق نموذج ناجح ومخطط هيكلي لعمل حر. طبعا اعرف مصادر تمويل مشروعي، احدد الموارد والتكاليف، واحدد العملاء، ازاي اتعامل مع شكاوى العملاء زي شركه اي بي ام اللي هي الشركات العالميه استخدمت النموذج ده. تمام. يعد كل من التخطيط والاداء من متطلبات العمل الحر. طبعا انت عايز تعمل مشروع في تخطيط وفي اداء، هنقول العناصر عناوين حتى والطالب عارفها. تحديد السوق، تحديد الاولويات، طاقم العمل، مسائل التمويل، تنظيم الاداره واداره التمويل. بالنسبه للاداء لازم احسب التكلفه والكفاءه، لازم يبقى في موائمه، البقاء على نفس خط الانتاج، شفافيه المحاسبه، والتخطيط الاستراتيجي ازاي نشتغل مع بعض. لكي يساهم البحث العلمي في عمليه التنميه لابد من توفر سبل البحث العلمي، زي تقديم اول حاجه المشهوره طبعا علميه، نقل التقنيه الحديثه، ربط البحث العلمي باهداف الدوله، تنميه جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم ايضا. طبعا لما يقول لي لتحقيق البحث العلمي لابد من عده مقومات، طبعا توفير دعم مالي، تدريب كوادر، اعداد برامج تدريبيه جيده، توفير منظومه من التشريعات. اخر نقطه ونبقى خلصنا من البحث العلمي، يلعب البحث العلمي دورا هاما في خدمه التنميه، اوثق الصله بين الاجهزه البحثيه والدوله، اوفر كوادر بشريه على التعامل مع المعلومات عن طريق التعليم، ارفع مستوى كفاءه العامل، زياده الانتاج، وانشاء قواعد للبيانات. طبعا في درس العولمه ودرس العنف والتطرف بكره هتاخدوه مع استاذ محمد حماد وسيم مع بقيه برضو الاسئله الثانيه على المنهج الثاني. اشكرك يا استاذ ايمن. شكرا لحضرتك استاذ تامر، ان شاء الله يكون حلقه موفقه وباذن الله بالنجاح في الدور الثاني باذن الله، وربنا ان شاء الله يكلم مجهودنا بالنجاح، وباذن الله نبعد عن الفشل، وباذن الله يكون نجاح حليفنا ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله نشكركم، نشكر كل القائمين على القناه. كل سنه وحضراتكم طيبين. ان شاء الله السنه الجايه تبقوا في الجامعه، تتصلوا تسلموا علينا. بس نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.